بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين. نبين على الطهارة الوضوء، قلنا الطهارة قسمين، نصف معنوي وهو الإيمان، ونصف حسي وهو الوضوء والغسل وما شابه ذلك. فالإنسان لابد له من ملاحظة، ملاحظة الظاهر والباطن، الظاهر وضوءه واستنجاءه وغسله وما شابه ذلك، هذا من حيث الباطن بلحظة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره من الله تعالى. وقلنا كثير ما بيسألون عن الإيمان حيث بشوفوه مكتوب في الكتب ما فهموا معانيه، إني عم بقولوا على الإيمان، من جبت الإيمان بدي أعتقد القضاء والقضاء خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. فالحق لما انقضى وقدر، مو قضى وقدر يقع، لا، يعني علما. أما الحق ما يوم من الأيام أمر بشيء يضرنا البتة، حتى الأب الحكيم أو الأم الحكيمة ما بتأمر ولدها بشيء يضرها أبدا. فكيف الحق سبحانه وتعالى اللي هو عم بيعلمنا الكمالات وهكذا. فالإنسان له ذنوب كبائر وصغائر، الذنوب الصغائر بتروح بالوضوء وما شابه ذلك والاستغفار، أما الكبائر لابد من رد إسكان حقوق أهل للمخلوق، لابد من رد لأهله. وأما إذا كان بينه وبين الله ما له إلا التوبة، إن الله يحب التوابين. الإنسان لما وقع منه ذنب كان جاهلا بعيدا عن الحضرة الإلهية، بعد المنصار عنده شيء من النور، شيء من العلم، شيء من اللطافة، صار يدرك القضايا هذه ما هي مزبوطة، لازم نرجع إلى الله ونتوحوح إلى الله. خصوص أيام الليل إنسان لما بده يقوم قبيل الفجر بساعة أكثر أقل بده يثبت حاله أنه عبد لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله حكم فوق حكم ثاني، لا إله إلا الله حكيم. يوم ما عندي كيف عم بقرأ وما عندي كيف، يعني قلبي ما عم ساعدني القراءة. وهكذا بناتي، الدين شطرين إجمالا، الدين شطرين إجمالا، حسي ومعنوي، ظاهر وباطن. إيش بتريد عبري عنه؟ الظاهر قلنا الغسل في الماء، الباطن الغسل في الإيمان، وهو مرتبة قلبية. من هذيك الحرمة هنيك عم تنشر شو عم تعمل هنيك؟ ولا محمد أم شو بديك إيش هذيك عم تنشر على الشجرة؟ هكذا بناتي، الإنسان بده يكون حكيم نفسه، إذا ما كان حكيم نفسه ما بيستفيد. نحن لما كنا في السير ما كان حدا يبين لنا، نحن طالبين الحق عما نظهر في ظاهرنا وفي باطننا، دائما منتوب ونعمل محاسبات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. دائما الإنسان يبدأ بنفسه، ماله غلط في غيره، بعد ما يتنظف ويتطهر ويصير عنده معالي ويصير عنده نور، هناك بيطلع منه شعاعات نور. مين بيستفيد منها؟ بيستفيد منها الصادق بيشوف شعاعات ده بيستفيد منها. أما الإنسان إذا تم الليل ونهار يقرقر وداك ما متوجه، لا يمكن أن يستفيد أبدا البتة.
هذا اللي وجدناه إلى يومنا هذا. شخص اللي بدنا نحن نلحقه لا يأتي منه فائدة أبدا أبدا، لا يستفيد اللي هو إلا بالذي بده يلحقنا هو. هذا تبين عليه صادق في الطلب، إذا محله مستعد الأخذ، محله طاهر، محله لطيف، والحق دائم الدور. ايش عم طولت؟ طلع اللي جاء. فهمتوا بناتي؟ الإنسان نحن الحق لما خلقنا دالين ندل عليه. هي ما تكون دالين بعد ما ندل نحن ونصل نحن ونفهم نحن ونتعرف نحن. عندها إذن منعرف للي طالب التعرف، اللي ما طالب تعرف باللسان بنحكي فقط، ما بده يستفيد لأنه ما له وجهة. مت ولد الصغير ولا صغير ما عنده عقل يتعقل، لكن شوف أمه بتصلي من دار بصلي، أبوه بصلي من دار بصلي، أبوه بأذن دار بأذن، أبوه بشمر عيده بشمر عيده، وهكذا بدون ميزان بدون تعقل. وهكذا الصادق بتذبنا رغما عننا. كون جاي طالب بده حقيقة، إذا كنا نعسانين نحن بطين نعسنا، إذا كنا عطشانين بروح عطشنا، كنا جوعان بروح جوعنا. ليش؟ لأنه هذا اللي جاي صادق. فمخلوق مع مخلوق هكذا، فكان مع الخالق جل جلاله يقول كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ما اجى يوم من الايام عطاء الله محظور ممنوع المنع مننا. كصدقي انت بيعطيكي اكثر ما بتريدي، وانت في بيتك لا تتعرضي لزيد ولا عمر ولا بكر وتنقصي هالماء الحياة الموجود في وجهك الطيريه. بدك تطلبي شيء اطلبي منه، واما السائلة فلا تنهار. ان كان عندك طلب صد وانت في بيتك يأتيكي كل اللي بدك اياه، ان كنت صادقة وان كان مالك صادقة. مهما كل مالك بيزيد فقر، كل مالك قلبك بيزداد فقر. الغنى مو غنى المال، الغنى غنى النفس غنى القلب. القلب لما بيكون غني الناس تتعرض له، هن بتلحقوا. بعد من نفسي في بعض جماعات في الزور انا بدور عليهم تعطيهم. ليش؟ لانه بحاجة وما بطلبوا. لما ما بطلب الحق بجعلنا نحن نتوجه اليهم. انا امبارح اول امبارح واحد رغم من عنه اعطيته، وهو يتجفجف ويترشف وما بدي وما لازمني، بعرف لازمه، بعرف حدا بيعطيه. اضطريت انا الحق سبحانه وتعالى هو اللي امرني ان اعطي لهذا الشخص، هو اللي بين لي. صار يقول ما لازمني ولازمني، لا ليش يكونوا صادق؟ هو اللي حكي بناتي بتكون العلم بتكون المال بده صدق. لا تروحوا ماء بوجهكم، هذا ماء الحياة، هذا له قيمة جدا جدا. لا تروحوا، لا وقع عندك شيء انكسر إلى الله، ما بشوف إلا بسخر لك الإنس والجن والملك، حتى الحيوانات. حتى الحيوانات. كان رجل من الصحابة رضي الله عنهم في البر في برية وحده، وقال له سبع، بيقول له الصحابي أنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحى تقربني، وضايع عن الطريق، اجي عليه صار يدله بديله يضرب الحقني، تادله على الطريق وضربه هيك، قال له معني مع السلامة، ما قدر. ليش؟ قال له أنا صحابه صلى الله عليه وسلم، يعني احتمى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين بقى يقدر؟ وهكذا إذا احتمينا في الله وفي رسول الله وما شبه ذلك، الحق بيهيئنا. بناتي أنتوا الله كأنه ما عم بتشوفوا، بدكم تشوفوا بعينيكم، ما بيبقى بالعينين، لأن الله ما هو جسم، ما هو مادة حسية. لو مادة حسية كان محتاج محل يقعد عليه ينام فيه. هو الوجود كله جل جلاله، هو خالق الأشياء. كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. في ناس بده يدل لفوق بظنوا الله فوق، لا فوق أفضل من تحت. فوق محل الصفاء، محل النور، محل طافي. بس لما بندعي متوجه إيدينا للمحل الأصفى والأنقى بس، لكن اما تحت الدورات وزعل وغضب وحسد وقيام الى اخره. وقال لي الله يا بناتي لا تعتقدوا في السماء، الله السماء والارض والوجود كله كله قائم به سبحانه وتعالى. الله ليس بجسم، بدها تشوفي بعينيك، بدها نور البصيره هي اللي بتدرك الامور، وهذه ما بتدركيها ولا بتشوفيها الا بالمرجع، حتى هو يعلم هو يفهم هو يزوق. ايش عليك انت؟ عليك تصدقي بس، ما بتشوفي لها حضر في قلبك كل شيء اللي بده اياه واللي بدك اياه متوجه. مو جايت اليوم عم تطلع هاي وهي جبت لي قنيط مي، هاي بتحكي معها، هاي بتلتفت من دخلت، ولا جايين. ليش بيجوا اللي بيعمل العمل؟ ليش بيجوا لهون؟ بس نحن مرضانين جايين على درس،
وانتوا ليش العم الهاد تبين ماين صادقات. الصادق بناتي له علامة لما بدي يجي على الدرس ما بعترف في عثر العالم، اي علامته لا بلتفت ولا بحكي ولا بتكلم، ولما بطلع من الدرس ما بحكي مع زيد ولا رفيق ولا حظ اخضر. ليش؟ انه مخمر، مخمر قلبه مملوء من النور الالهي، ما عنده استعداد يحكي مع حدا. ليش؟ هذاك اللي بحكي عنده غفلة، قلبه فارغ، هذا قلبه مملوء، مملوء من الانوار، ما بقدر ولا بقدر تقف مع حدا ولا بقدر تحكي مع حدا. كم مرة قلت لكم لا لم تطلعوا لا حدا يقف برا، كلكم امشوا، هاي بتقف معي، فمن الغفلة هاد ما في مانع. غافلة مرة مرتين خمسة بتمي غافلة ومتموتي غافلة، هذا لا يجوز. الحق عم بيقول كل نمد، عم بيعطينا الحق باللحظات كل نمد. هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان ممنوعا البتة. انت الممنوعة، انت مشغول فكرك، مشغول عقلك، مشغول كذا، لكن لما تتوجه الله ولا بملئ ذراتك. الله مو بيضحك انا، يقول الشيء كن فيكون، ان الله على كل شيء قدير، ان ربك فعال لما يريد. انت تطلبي الله ايه والله ما يعطيكي، والله ما صارت في الوجود. نعم نعم، بصير تطلبي شيء يأذيك يضرك، بدك مصاري، بدك ليرات تشتري في الجميلية تعملي، هذا ما بيعطيكي رحمة بك لأنه بحبك، ما بيعطيك، بيعطيك شيء أعلى وأجمل وأكمل وأتم. وهكذا نحن علينا لما بندعي بناتي، مو بندعي مشان يعطينا، حاشا لله، أما نظهر نحن عبديتنا بين إيديه، نحن ضعفاء، نحن فقراء إليه. نحن منقول يا غني أنت الغني وأنا الفقير، فمن للفقير سواك؟ يا قادر أنت القادر وأنا العاجز، فمن للعاجز سواك؟ يا قوي أنت القوي وأنا الضعيف، فمن للضعيف سواك؟ يا عزيز أنت العزيز وأنا الذليل، فمن للذليل سواك؟ الإنسان لما بده يقولها بده يقولها حق وحقيقة، مو يقولها بلسانه دون حقيقة، لا بده يقولها بحقيقة. وهكذا الله سبحانه وتعالى ما بده نكش، فدعنا باب الدعاء، ادعوني أستجب لكم مشان نكون يقظين. إذا طلبنا بواحد بيعطينا ألفات مؤلفة، مو بيعطينا واحد بس، لكن بدنا نهيئ هالواحد، بده نطلبه بدنا نهيئ له طهارة، نهيئ له لطافة، نهيئ له نور، حتى ندرك نشعر نشكر هالنعمة اللي الله أنعم بها علينا، نشكر أن الحق سبحانه وتعالى هو أعطانا إياها من غير عمل سبق منا. هو اللي خلقنا من نطفة الخلقة، وهو اللي هيئنا، هو اللي قدرنا، هو إلى آخره، كل الفضل له. لذلك اسمه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا من يشاء، يشاء الصادقين الصالحين الصادقين بالطلب، هذا اللي يشاء. أما واحدة بتقول يا رب بده إيه، إيش بده؟ قال بده مصاري تشتري في السبيل أو ليش لك سوي؟ قال إن شاء أروح رفقاتي أروح ندور ونعمل كذا. لا، إذا كان الله بحبها ما بيعطيها. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان جاي عن سيدنا فاطمة رضي الله تعالى عنها اللي هي حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت لما تدخل عند الرسول صلى الله عليه وسلم رسول أمنا على حيله، وكان يقبلها سيدنا فاطمة رأس ماله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وجد حيطة ستار على باب البيت، وعمل حيطة بإيديه سنارات فضة، والسنارات الفضة قيمتهم درهمين ونص يعني فرنجات. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع تعليما وتعريفا إلى مثل لو جاء على الباب ما بدخل على الباب لعله يصير عنده بنزين أكثر وشي أكثر. لما رجع بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم من رجع، صارت تبكي 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 تبكي، وتبعت تتوسط للرسول صلى الله عليه وسلم، ايش بأمرني والدي انا تحت الامر؟ بعتت له شرحت له السنارتين الفضه باعهم، قالت يا رسول الله بيعهم، بعتت له بالوسطه بيعهم انفقهم حقهم درهمين ونص بسيطه. وهكذا ليش الرسول صلى الله عليه وسلم امراضه يهذبها ويؤدبها ويعلمها ويفهمها حتى يكون قلبها نظيف، لا في فضه ولا في ذهب ولا في ستار ولا في شيء، البته حتى هالنور الالهي اللي بيجي تعرف تقدره، لأنه الحق يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر قلناكم مرارا، تنسبوا النعمة إلى المنعم، مو تنسبوا إلى قوتكم. أنتوا بناتي نحن ضعفاء فقراء إليه، ننسب النعمة اللي الله أنعم بها علينا ننسبها إله. إذا نسبناه بمعنى نحن أهل الفضل أهل النعمة. ليش؟ عما نشكر المنعم الذي أنعم الله علينا بواسطة إيش؟ اللطافة والنور. هاي المشيئة، الحق بشيء هذا. اما واحدة بتطلب قضايا ما يفهمها نفسها، ما مزكية، بدها مصاري تشتري لها طابق تاتو، لا حق بيحبها ما بيعطيها. اما تصدق
مع الله بيعطيها قد ما طلبت، ومرات كثيرة مرات كثيرة بيعطيها الحق سبحانه وتعالى بس تصدر مع الله، لأنه نحن بناتي كلياتنا الحق خلقنا دالين، دالين ندل عليه، ندل عليه بإيش؟ بما أعطانا، بما وهبنا من النعم، أعطانا المال، أعطانا العز، أعطانا الصدق، أعطانا الأمانة، أعطانا النزهة، كل هذه مشان ندل بها على الله. فإذا كان نحن هالقدر أعطانا، فكيف إذا كان واحد كان لطيف أكثر ونريته أكثر صدق أكثر طيب أكثر بيعطي أكثر؟ بقى إذا كان من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تقول الله ما أعطاني طرف ما أعطاني. في واحد من المتعبدين بقول بقى 20 سنة ويطلب من الله حق ما يعطي. يوم من الأيام هالطالب عم بطلب من الله، جاء النور الإلهي قال والله أنا صعيب مجنون، إيه أنا بطلب من الله بسبب عبادتي، إيه من وفقني العبادة؟ صار يحسب العبادة من وفقني، وبصر من عطاني، والفهم من عطاني، والإيدين والإجرين وجدهم كلهم من الله. قال له يا ربي أتوب بين يديك، أنا كنت مخطئ. أعطاه ما لعين الرؤية بعد اللي من أروع طرف فهم المعطي هو الله، ما له خبر زي الحال وحضرته وعم صوم وعم صلي وعم بيقوم لا لا وعم بتصدق لا، بعد فهم الله اليوم أعطاه ووفقه، بعد ما أعطاه وفقه لأن يضعها في محلها. وليك ألجأ تاب وبكي وقال يا ربي أنا كنت غلطان، يا ربي إني 3 مرات إني تائب إني تائب إني تائب. كان مرة أنا رجل كردي رئيس شيخ حرامية، كانوا عم بسرقوا بالليل بالنهار يكملوا في محل يناموا فيه. اجوا المحل البرية يلاقوا شجرات، شجرتين ثلاثة، شجرة منهم يابسة وشجرة منهم حاملة. يشوفوا قاعد تحت الشجرات وحده ورفقاته قاعدوا فيك بعيد، يطلع يشوف عصفور يجي يشيل، يجي على الشجرة المثمرة وياخذ بتمه على الشجرة اليابسة ويحطه جعشية تيتيب مرة. قال لك والله إلا بدكون في شيء. طلع على الشجرة اليابسة ولا لا حية عمية، فاتحة تمه وهذا عم شير بحط له بتمه. صاح ذاك الصوت يا رب الحية اللي أمرتنا بقتله لما عميته هيأت له من يطعميها، أنا تائب أنا تائب. رفقاته لك إيش في خبر جمه؟ قالوا لك ايش في خبر الحية اللي امرنا بقتله لما عماها هي على من يطعميها؟ وهو انا انا حدادين معك. قال يلا خلينا نروح على مكة. وانما حي ماشيين بالطريق اجوا باتوا في ليلة من الليلات في قرية من القرى، ولا وحدة حرمة ناموا عند وحدة حرمة عجوز عمية. قالتوا خيو انا منكم جمو؟ قالوا هاد. قالتوا بير حرم صلى الله عليه وسلم حضر علي وقال لي اغراض ابنك اللي مات كلهم تعطيه لجمو. هذا الجمو قال يا ربي اذا كان رزقي كله لك ابخبى عندك، لكن نحن ما عمانا في الطريق. وهكذا الى ان تاب هو وجماعته وصاروا من الاكابر. وكثير سيدنا ابراهيم بن ادم رضي الله عنه حين ما كان طالع على الصيد، ابن الملك كان هو راكب جواده وطالع على الصيد فزقان وقايم، ولا واحد بينادي يا ابراهيم ما خلقت لهذا. التفت ميمنة ميسرة ما شاف، مشي نودي يا ابراهيم ما خلقت لهذا، التفت ما شاف هذا. ثالث مرة يا ابراهيم ما خلقت لهذا، فهم انه هذا الشيء من عند الله عناية. اجي عند راعي من رعيان قال له ما بتبدلني من اغراضي لاغراضك؟ قال له جاي تستأذن فيه من الصبح علي؟ قال له لا والله صحيح. شلح الراعي عطى اغراضه وهو عطى اغراضه للراعي، راح ما عاد رجع لبيته، راح بده يروح على مكة. راح يوم يومين جمع جمعتين شهر شهرين سنة سنتين، هذا صار عنده لحمه يحكم من شدة القمل. أساس الغراض غراض راعي، هو جسمه لطيف نظيف، قام بده يتفلى شلح من كتلة القمل، ما شاف قص السوق مدروز القمل درز. شو بيقول؟ لو علمت الملوك على ما نحن عليه من اللذة لقاتلون عليه بالسيف. فهموا 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 أعطاء الله شلون شلون أخذوا شلون فرجاء. وهديك الساعة الحق أعطى لي قضاء أعطى لطافة إنه الملوك ما عنده هذا السرور،
مع كون كل الشوب كله أمل مدروس درس ما شاف حتى الحواشي في السوق. قال لو علمت الملوك على ما نحن عليه من اللذة لقاتلون عليه بالسيف. هذا زعنا والحمد لله رب العالمين، هذا أمر ظاهر. لذلك الإنسان لا عنده مال ولا عنده أهل ولا عنده قرايب ولا عنده صاحب، هاللذة اللي بيشوفها الإنسان مع الله ما في لذة تقابلها أبدا أو تماثلها أبدا أبدا أبدا. نيك تزهد في ابنها في أبوها في أخوها، تزهد من جيت المحبة إلهم مو من جيت العمل. لا عمل بتطبخ وبتنفخ وبتقدم لهم وبتلبسهم وبتخسلهم، لكن قلبها مع الله مع حبيب ما هو مع زيد. لأنه جرب لك بناتي والله إلى يوم هذا ما لقيت صاحب، لا يوم هذا أتصلي 46 سنة في القضية. ونعمة من النعمة الكبرى بيهيض علينا اللي بنحبه، ما بيشوف إلا يا لطيف ضربنا بضرب لا يهاب. ليش؟ مشان يعلمنا، مو هو هو جلدة من جلدات. أنا قلت ولادنا الجلدات الحق أوقع في نفسه العمل معكم حتى يعلمكم التوحيد، حتى القلب ما بسع اثنين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه له قلب واحد، هالقلب الواحد بتعلق في الواحد الأحد. فهمتوا بناتي؟ ثم بعد بس عنده ملكة بس عنده قوة، هالشخص اللي أزاه الأزاية بحسن إليه. ليش؟ أنه هو سبب وصوله إلى الله، سبب تعريفه في الله سبحانه وتعالى. مو بزعل، هذا الفرق بين النفس المزكية والنفس ما مزكية. النفس المزكية لما بيشوف قول هذا هو السبب، سبب وصولي، سبب تعريفي إلى الله سبحانه وتعالى، ببعثته هدايا وبدعي له دعاء. أما المحجوب اللي نفسه ما مزكية بزعل منه، ولك إيه ليش تزعل منه؟ هذا صار سبب وصولك إلى الله، تعريفك بالله، تعريفك بنفسك، تعريفك في الأشياء، تعريفك في الوجود. وهذا هو الحق بناتي. من ورسى السلام كان يحسن لمن أساء إليه، لأن الرسول عالم بالأمور، ما في غير الله. آخر يوم بدكم تروحوا منه وتتركوا الولد والابن والزوج والمال والكل وتروحوا لعند الله، الله مثل ما جيتوا بترجعوا هكذا. فالإنسان إيش بيأخذ معه؟ بيأخذ معه عمله. المال ما بتأخذ معه، الليرات ما بتأخذ معه، الأولاد ما بتأخذ معه، بيأخذ معه عمله. ومو عمله، نيته في عمله، لأنه العمل منسوب لله والله خلقكم وما تعملون. لكن نيتكم في العمل ليش؟ ليش عم تعمل عمل؟ مشان الناس يمدحوك. هلا في ناس بيعملوا عمل مشان الناس تمدحهم، هذا ما فيه شيء ولا ذرة، هذا اسمه رياء. وفي ناس بتركوا العمل مشان الناس، هذا اسمه شرك. قلنا لكم التوحيد ولا في أسهل منه أبدا البتة. عم نعمل عمل ما بنلاحظ الناس لا خيرهم ولا شرهم، لا بنعمل لأجلهم ولا بنترك لأجلهم، لأنه إذا عملنا لأجلهم صار رياء، وإذا تركنا لأجلهم صار شرك. لا، نحن موحدين، نحن نعمل لأن الله أمرنا بالعمل وبس. بعدها بيعطيكي قوة، بيعطيكي الإيش؟ البصيرة اللي هديك بتدلك المعاني، بتدلك المغيبات وما شبه ذلك. أما طالما أنتوا باقين على ما أنتم عليه وبتخملوا الله الجسم، هذا ما يكون فما شيء أبدا. وجاء واحد تبتوا إليه وواحد منه قاعد بده تحكي معاه، هذا ليس بصحيح البتة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا أول أمر يقاتلوا صلى الله عليه وسلم، كانوا يقاتلوا ويظنوا حالهم أن الرسول هو الصبع. ليش؟ أنه أبهاتهم وجدودهم عم بعبدوا الأصنام، بعبدوا الأوثان. حتى سيدنا عمر رضي الله منهم كان يعبد له صنم، وصنمه يعملوا من عجوة إذا جاع يأكلوا أكثر منك أكلوا فالتأكل. لا، وتموا سنين قرون على هذه الحالة. بعد من الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الكريم النزيء، قلبهم فوقاني تحتاني، صاروا كلهم قولوا روحي وقلبي كله فداك يا رسول الله، وهكذا فداك أمي وأبي يا رسول الله، فداك أمي وأبي. بعد ما كان في رجل هذا بفهم بالشعر وبالسحر، قال له هذا محمد والله لازم أشوفه. قال والله بس رح بيسحرك. قال له لك أنا بفهم بالسحر وبفهم بالشعر وبفهم بكل شيء، بدي أروه. قالوا له بسحرك. قال له بحط بأدني صوفات، أخذ صوفات وحش أدني وراه عنده صلى الله عليه وسلم. ما عم بسمع، ما عم شوف عينه، يطلع هالوجه ما وجه كذاب، هالوجه ما وجه سحار، هالوجه ما وجه شاعر. رفع الصوفات ولا كلام منظوم موزون، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال له يا رسول الله قبل الآن ما
ما كان حدا أبغض إلي من وجهك، والآن ما في وجع في الوجود أجمل من وجهك إلي. رجعوا لرفقائه شافوه غير شكل، قالوا كني صبأت عليك سحرك محمد. قال لك إيش محمد؟ لك والله لا بتكلم بالسحر ولا بالشعر ولا عنده استعداد يتكلم بالشعر ولا بالكذا، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم صادق. قالوا له سحرك عناد، عناد بناتي، عناد أكثر من يوم الإسراء. يعني يوم الإسراء حقيقة عظمة من عظمات الله، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أسري به من إيش؟ من مكة إلى بيت المقدس تحت الليل، أخبرهم صلى العشاء في مكة وصلى الفجر في مكة، إيه بهالمدة بين العشاء وبين الصبح يروح على بيت المقدس، هذا شيء ما بفهمه، ما فهموش ابدا، مثل لا نتكلم كلام بعيدين عنه ما فهموا. قال له واحد يا رسول يا محمد رحت بعد العشاء وجيت صليت ولا شيء؟ قال له ايه. قال له ايش قد بها هي؟ اي واحد بركب الجمل 30 يوم رواح، شهر رواح وشهر رجوع، ايه وانت رحت بساعات عارف قد بها. بقى اللي صار يصفق واللي صار يصفق صار يصفق، واحد رسول صلى الله عليه وسلم بين ايديه هون، في منهم عقلاء اللي حطوا ايدهم على خدهم وصار ينزل في وجه رسول الله، مش موت كذاب. ومحمد ما راح بيت مقدس زمانه. قالوا لك ايه؟ اسالوه هذا ما راح زمان على بيت مقدس، قالوا له خلي يصفك الابواب اللي دخل منه. قالوا ايه بعرفهم. صار يصفر الباب اللي دخل وباب الاخر، باب الاخر ما بيعرفه، بيعرف محل ما دخل. ولا سيدنا جبريل عليه السلام بيشيل بيت المقدس حطه قدامه، بنت عجائب غرائب بنت السينما، صار يبين له، صار يعد لهم يوصف لهم كل باب ببابه. قالوا يا اخي والله ما بقى، ناس منهم اسلموا وناس منهم هنيك ارتدوا نعوذ بالله، ردوا رجوا عندوا. قالوا سألوا سؤال اخر، انه راى بطريقه جمال اوافل لما لقى؟ قالوا رايت. قالوا ايه رايت ثلاث اوافل، قافله الفلانيه وقافله الفلانيه، وقافله الفلانيه كان يوم اربعاء بده يجي بكره بعد العصر بده يصل لهون، والجمل الأول اللي هو القائد اسمه جمل أوراق، هذا بيعرفوه الجمالي، وبده يصل به الساعة الفلانية. قال لك اصطف له بكرة تنشو. تاني يوم استفر وصار بعد العصر ما اجت الجمال، تأخرت. قال يا رب أخرها، وقف الشمس الله ساعة حتى اجت الجمال بذاته. سألوهم ان عنا خبر بدكم انتو تجوا مثلا قبل العصر، ليش تأخرتوا؟ قالوا محمد رمى السلام علينا وما بعرف مع وش وشنا على البراق، الجمل انهزم طفش يعني جفل، هي من جفل علامات يعني جفل الجمل وانكسر الجمل، حتى أمنا سيدي من أنت الحمل وزعناه على الآخرين. قالوا أنتوا سمعتوا كلام محمد؟ قالوا نعم. قال محمد سحرهم كمان، العناد لما بيجي لو أتيناهم في كل آيات الله عناد، خلاص العناد حجاب غليظ. ولك يا أخي أخلاقه وسيره، دعونا من المعجزات، ما كان صلى الله عليه وسلم يعتني بالمعجزات، معجزاته الحقيقية هي القرآن، والمعجزة الهمية هي إيش؟ كان صلى الله عليه وسلم صادق أمين، إن الذين أرموا ثم استقاموا مستقيم في كل أموره في كل أفعاله في كل أحواله في سيره في كلامه في فعله كله أمين. وبيشوف محمد من وين الصغير هذا. المقصد الأكثر منهم كفر والبعض منهم آمن. يا نايمين قعدوا، ألا ما وقت صفنات، ألا وقت الدرس نفتح قلنا الدرس ونفهم نتحقق في الدرس مرة لغير جهة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم المهمة الكبرى عندهم، لأنه بيناتهم كان في يهود هناك لخائنين. أنتوا عم بتقولوا سيدنا سليمان عليه السلام لما أتى بعشر القيس مو هو جابه زلمته قاصب، اجى على الذي على 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 الايش الكبير منهم من الكبار لا من المسلمين، مو الذي عنده الكتاب عنده الآخر، قال ألم تأتيني بعشر القيس قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال نعم آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني مقام الايش مقام الحكم ست ساعات، لا اجى على الذي عنده علم الكتاب. قال له هل تأتيني؟ قال نعم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما حسوا دليل قدامه،
أي اللي من طلعت ببعث لنا المكتوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سليمان اجيت وحطت خدم وحشم عرش بلقيس كان قايم آية الله في العالم من أجمل وأكمل موجة وجود، حطت عليه خدم وحشم وبوابين، ولما اجت قال لها هكذا عرشك؟ اجت قالت ايه؟ قالت ايه؟ حطها خدم وحشم مش بجيبه وش بشيله هناك لهون؟ وقالت لا هو بذاته وأهل بذاته، قالت ما قالت هو وما هو كأنه هو. هذه تبين انه عاقل من العائلات، لازم اخذها تزوجها سيدنا سليمان. بنقول لك يا يهود إيه انتم مو موجود عندكم في التوراة؟ اتى سيدنا قاصب بالعرش من قبل ان يرتد الطرف، ما عناد انه ليش يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول؟ ان كل العمال يبينوا للمشركين خصوصا اليهود انه بده يجي غدا نبي وبدنا نحاربكم معه. ليش كان عربي ما اسرائيلي؟ ما قبله الا لكم اسرائيلي. نحن ما لنا هيك معرفة، نحن نعرف الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي، هو الذي يختار، وربك هو الذي يخلق ويختار من خلقه، فاختار صلى الله عليه وسلم واصطفى صلى الله عليه وسلم من المخلوقات اجمع، بل المخلوقات اجمع منه صلى الله عليه وسلم من حين ما كان نورا قبل ان يخلق المخلوقات. فنحن نقول يا رب كل من تحب أنت حببنا إياه، أسود أبيض تركي عجمي عربي ما بنعرف، فقير غني ما بنعرف، لأنه أنت أعلم وأنت أحكم. فهدول كانوا عندهم عصبية بني إسرائيل، ليش كان الرسول من العرب ما كان من بني إسرائيل؟ عندئذٍ عادوه. والحق يذكر في القرآن أن اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. كيف الإنسان ابنه ما بضيع عليه؟ ليش؟ أنه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم موجود عندهم في التوراة موجود، قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكن ما آمنوا به حسدا من عند أنفسهم. قال إذا الحسد ضرع رأس واحد لا تأخذوا تعطوا معه، ديروا بالكم. والله بيناطح بقرون عجين، بيناطح الحديد. واحد بزمانه طبيعي يمكن إلى 30 سنة أكثر سألني سؤال أجبته، لما أجبته نط لسؤال تارته، لا تصير مثل نطاط مثل عصافير تنط من جهة لجهة. هل الجواب العظيم معقول مفهوم؟ خال سألني غيره. لا ما هو معقول، ليش عم بتنط نطاط؟ المقصد ما واحد تاني من تحكيته كمان أين قريب نصف الليل وهي نط نطاط، بعد وصل معه قال لي انا لهون بعرف اكثر هيك ما بعرف. قلت له واجب على ما بيعرف يسلم اللي بيعرف، مو هيك هذا القعده؟ قلت له ما بيعرف لازم يسلم اللي بيعرف. ما استفاد شيء، شو ما استفاد؟ ما الوجهه وبس، بده مراده انه يتواقح اكثر من هيك ما في. انه بين حاله علم ما في عندهم علم، انا ما رايت علم حقيقي عند اهل الله. هو العلم الصحيح هو اللي بيحقق احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي بيحقق ايات القران لا زالك فيها آلات وغلط تفسير الآية إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. ليش كذا وكذا؟ الصحابة ما بدون تفسير، هن عربيين، هن البلغاء، هن الفصحاء، لما رسول الله يتقى أمام يفهموا معناها. فالآن طوشونا المفسرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنه يا بناتي نحن عميان، والأعمى بده عصاية يمشي عليها أو بده رجل يسحبه، ونحن هيك. الله يجزيهم عنا الخير هالعلماء هذوليك اللي فسرون التفسير. أما أهل الله مفتحين، أهل الله ما بدهم لا عصاية ولا بدهم نقودهم. ليش؟ أنه أهل الله بدهم الله لا لغرض. طلبوا العلم، جاني مكتوب أول امبارح من أوروبا، واحد من أخواننا بيكتب لي بيقول لي دخلت الآن عم بكتب لك المكتوب من باريس، بيقول لي دخلت على باريس وجدت أكبر بلاد اللي دخلت في أوروبا وعظمة من جهة الشيء الحسي. وقال لي نظم المسائل الظاهرية منظمة تنظيم تحقيقي، لكن تنظيم كلابي وحيواني ولا يعرفون ما وراء ذلك. قال صرت أتكلم معهم ويتكلموا معي، قالوا له ليش أنتوا عندكم في المسلمين ما بتبشروا؟
نحن بنحط مال كثير تنبشر. قالوا انا كو جاي مبشر لكم، الان انا جاي مبشر لكم، انظروا هالكلام عم بحكيه محقق مظبوط جميل، لازم تعتنقوه وتبلغوا من وراءكم على هذا. قالوا الجلسة واحدة، قلت واحد الجلسة واحدة بدك تجلس ثاني يوم كتب لي. قالوا بجي ثاني يوم وهكذا. قال دخلت على الجامع في باريس، في جامع للإسلام، قال فيه مفتي وفيه إمام وملان، وجامع جامع من أجمل الجوامع، روعة البناء اللي فيه عظمة. قال إلا أنه المفتي والإمام جعلين المسجد كآلة لم المصاري. قال من قهري قلت له لا تأخذوا دينكم يا مسلمين إلا عن الإسلام، لا تأخذوا دينكم من المسلمين، مراد يضرب المفتي يضرب إيش الإمام، الدين لا يأخذ إلا عن الإسلام، لا يأخذ عن المسلم. والشيخ المعاجي لا تأخذوا عنه اللي طالب العلم، يعني مراد يضرب هدوليك لأنه زعج كثير. قال لي بيكين ومحترمين ومعظمين، وقال لي في ناس معتنقين الإسلام الفرنسيين، إن الفرنسيين بقى إنك معتنقين الإسلام. في واحد منه اسمه قال سماه فيصل، يا نايمين اقعد على بنت رقبته بنتي، لا مرة ثانية نامي في بيتك لا تجي هون. المقصد اسمه فيصل، قال له انت شو ترى تسلم؟ قال له رأيت في الرؤية واحد عم قال لي اسب اسبت، وقال له انا بصلي كل يوم سبت بجي على الكنيسة بصلي الجمعة كلها بجي بقضية من اول لآخرة. الدين الاسلام مو هيك، مو العوبة، دين الاسلام دين تحقيق، دين فهم. قال صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، وحقيقة بناتي الدين المعاملة، مو الدين تحفظ بت 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 بس 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 وصلي وبصومي ايه وبتغتابي وبتنمي عشان لله ان عبادتك كلها ما هي مقبولة. دليل في ذلك لو كان عبادتك مقبولة كان ما غتبت الناس، تضيع حدا يغتابك؟ لا، ليش عم تغتابي؟ عامل الناس كما تحب ان يعاملوك به. العاقل بيعامل مثل شلون بريد يعاملوه، هيك عامل الناس. انت لو كان اعمالك صحيحة مقبولة شلون بتغتابي وبتنمي؟ ايه وانت قاري معلشي اللي بتصلي كتير صلاة على البحر على طول ابدا ولا قبل ولا لحظة. بناتي نحن شفنا العلامة، علامة العمل اللي بنعمله مقبولة مو مقبول، وهو بينتج باسم الاخلاق وادب، بيعطينا اخلاق وبيعطينا ادب وبيعطينا فهم وبيعطينا ذوق وبيعطينا طافة الى اخره. لا لا هي بالصوم يمكن ما سمعتها 500 او 1000، ولكن تغتاب وبتنم وبتظهر حالة وتبين وشوف رأيتكم، مشان ايش عم بتقولون؟ مشان يحترموها، مشان يعظموها، مشان يجعلوها كيان، مشان هكذا. هدول هدول هني اول ما يفتح باب جهنم، هني ديروا بالكم منهم ولو صاموا ولو قاموا، كذابات. لو كان صيام مقبول او عمل من اعمال مقبول كان اسمرت الاخلاق اداب حياء، معه وهو معكم اينما كنتم، انني معكم اسمع وارى. طالما بتعمل للناس وبتحكي للناس مشان يصل لك على الناس، هذا اعماله ما مقبول ابدا. فانتوا يا بنات ايشكم يا الشغله؟ الحق الله سبحانه وتعالى اول امركم وفقكم للعمل، امركم في العمل وفقكم للعمل. والله هذه عظمه، هي عظمه عظمه، انه الحق رضينا ان نتوجه اليه وان نتعلم وان نعلم وان يجينا اللطافه والنور، هذه عظمه. ديروا بالكم تقعدوا واحد كذابات، ديروا بالكم اذا كان واحد عم تمدح حاله لما بتروح في النجم تمدح حاله، ديروا بالكم من هذه. يعني ايش بدي اقول لكم؟ اشر من 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 السينما، اشر من التلفزيون، ديروا بالكم من هذه، هذه ما بتعطي فائده. لو كان فيها فائده كان هي استفادتها، تبين ما فيها. بقول لك لا تقعدوا مع المجازيب، لك المجازيب لو كان عندهم كمال كان كملوا نفسهم. معك قلت انا والله بحب المجازيب على الاطلاق، لكن ما بناخذ عن مجذوب، المجذوب ضعيف صغير. اول يوم الجمعه عندنا ذكر هون، انا رايح بيجي بسلم علي ما اعطيت بالي، رايح انا بيجي بقعد وراي مع واحد ده بدقر مجذوب، مجذوب بعرفه لانه مجذوب صحيح مجذوب، ثلاثه يبكي ثلاثه يقر مجذوب، ما عم بيقدر. لو كان عاقل لو كان كامل كان اعطى المجلس حقه، ما بكي ما ضحك ما عمل ما سوى ما كذا، كان كل شيء عنده بمقدار. وهكذا بناتي العلم
عم بتطلع هديك مين اجت بدي اشوفها مين اجت تلتفت عليها حسين اطلعك المقصد اللي بتجوا فيه بترجعوا فيه هذه خذوه قاعده اللي بيجي فيه الانسان بيرجع فيه الانسان اللي بتجي تتفرج وتاخذ اخبار وتتنشى اخبار هذه نتيجتها واللي جاي لعند الله والله بيمد علي ما يشوف الا صارت نور خالص لطافه وفهم وعلم الى اخره وهكذا بناتي لازم انتم تجوا على الدرس هالساعه اي تجعلوها لله بس تجعلوا لحالكم بس اي بتعطيكم الفهم بتعطيكم اللطافه بتعطيكم الذوق بتعطيكم ما بصير تحكوا واحده مع واحده ما بصير تطلعوا مين اجت ومين راحت هي ما شغلتكم ابدا البتة لانه بتزعجوني الي انا بنزعج انا مريض وبينك عم اقرا لكم درس كل رحمه بكم وانت يا بتنام هي يا هديك بتطلع يا ابن جاء بتحكي معي بلا قافه والله بنصحكم اللي ما وصادق لا يجي على الدرس والله انصحكم انتم المراه كلها عوره من راسها لعظمها كلها عوره عما تيجي من بيتها ليش الجدابات لا يستفيدوا ابدا ايه جدابه ايش من كان لكن جايب الصدق اللهم صحيح بيعطيها الصدق بيعطيها الامانه بيعطيها النزاع بيعطيها النور بيعطيها بيعلمها بيفهمها بجلسه واحده بيفهمها قد 40 سنه انه في حقيقه وجايب الحقيقه اما اذا كان بدها تطلع من دخلت ومن اجت ومن قعدت ومن قامت وتحكي مع هي وش هذه ما بتستفيد شيء ابدا البته وهكذا بناتي اما نقول ان الحق يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قلنا التوبه تكون من الاعمال الكبائر انسان ما كان يصلي بده يصلي ويقضي الصلوات اللي عليه كان يسرق كان يكذب كان يخون كان يغش اي بده توبه بده رجوع الى الله وبدقيقتها بشوف الثمره ها بناتي مو تيستنى يوم يومين ساعه ساعتين لا ما بده ما بده ايام باللحظه بذاتها العلم مثل ثمرات الجنة الجنة بتقطفي العنقود من هون بيطلع محله عنقود أجمل بتقطفي عنقود تاني بيطلع منه عنقود أجمل وإلى ما لا نهاية مو إذا عطعتي في اليوم ألف مرة ألف مرة بتجي كل مرة أجمل من أول مرة وكذلك العلم العلم مثلا بيعطيك علمك بعدها بيعطيك المعرفة والمعرفة الإلهية دار بتعرفي كل شيء في الوجود أسرار إلهية اللي بده يجي على الجامع الجامع كله ملائكة حاملة هنا إيه شو بقدر إيه ما أدل إنه ما شايف الملائكة لو شايف الملائكة ما بقدر يعمل هالعمل ألبتة كان صار أديب ملاحظينه الملائكة كلها ملاحظين حركاته وسكناته إيش عم بعمل إيش عم بتوجه إيش عم بقول كلها ملاحظة بده الإنسان يكون على نور على لطافة والإنسان إذا ما كل يوم ازداد عن يوم ماذا لا بارك الله في ذاك اليوم بده الإنسان يزداد نور على نور آنيا مو يومين اليوم اللي قلنا عنه الحق كل يوم وفي شان يعني كل نفس من أنفاس هذا هو اسمه يوم المعجزات يوم الكرامات يوم إلى آخره فالإنسان بيشعر بنفسه كان عنده ثقل صار عنده خفة إجمالا أول أمر لما بتوجه إلى الله وإلى أهل الله بيكون بيعرف حاله هو ثقيل يعني مكروب ما بشوف لهذا الشيء راح منه هالثقل تدريجيا رغم انه هالثقل بيجي لطافه بيجي علم بيجي فهم بيجي ذوق بيجي كانه قلبه عم بضحك كل ذره من ذراته عم تضحك ولو كان جوعانا هذا ما مربوط في الاشياء الماديه بالليرات وبالزعامات وبالخلطات لا قلبه ذراته كلها بتبقى مبسوطه مسروره تين يوم بيصير اكثر تين يوم بيصير اكثر بعدها بيشوف حاله دائما ذراته فرحانه مع الله هذا دل الله عم بقبله والله عم بيعطيه وعم بدله بيرفع ذره بحط ذره بيرفع ذره الكثافه بحط ذره اللطافه بيرفع ذره الظلمه بحط ذره النور وهكذا دائم الدوم هذا اللي عم بيستفيد هذا افادته كل يوم قد 40 سنه هذاك اللي بيجي عاده العاده بناتي ما بتعطي فائده ابدا لذلك اهل الله بقلبوا العادات عبادات بالنيات النيه بيكون له عاده بقلب بنيته بصير عبادة وهكذا اللي بده يفيدنا وبده معنى هي العبادة والعبادة بتوصل للمعبود جل جلاله والذكر اللي بنشكر الله فيه بده يوصلنا للمذكور جل جلاله والعلم اللي عم نتعلمه بده يوصلنا للمعلوم جل جلاله بعد إذا واحد سألنا منجيبه من ذاتنا مو من الكتب لا ما هو من الكتب أبدا منجيبه من ذاتنا ليه ذاتنا اتطهرت هذا عم بحكي عن الطهر على الصادق الحقيقة أقول كلنا نمد
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، لمن مو محظور؟ مو محظور للصادق للطيف للطالب. اما اذا كان كذاب محجوب بكذبه، بفكره زيد وعمر محجوب بزيد وعمر. ما في لك بنات اذا تمسكوا زيد وعمر او دنيا تمسك بايدك، ما في ابدا. كل ابتلاءات ابتلانا بالخير وبالشر. الحق سبحانه وتعالى خلق الخمره ونهانا عن شربه، خلق الحيه وامرنا بقتله، خلق العقرب امرنا بقتله، خلق الفاره امرنا بقتله، خلق الحداء امرنا بقتله. هذول الفويسات الخمس امرنا الحق. ليش؟ ما انت قد تيجيك نور تدكي. هذول الحق تيخوف فيهم الناس، العقرب والحيه تيخوف، تيعرفك بعد ان لا ما بده بخافوا من شيء ابدا، لا من حيه ولا من سبع ولا كذا. يوم من ايام ناس رايحين على الحجاز قبل الان، قبل السيارات والطيارات، ماشي جماعات كثيرين قافله كبيره، وقال بقى القافله كلها بتقف. واحد قال له ليش وقفت قافله؟ قال والله ما بنعرف. راح سأل قال له والله في اسد معدي، خفنا من شره وقفنا تيقطع. هذا لحقه للاسد، مسكه من اذنه قال له تنحطلت، انهزم الاسد. قال له يا استاذ ما خفت منه؟ قال له والله بستحي من الله، شوف قلبي خوف من غيره. هذا الايمان بناتي، هذا الايمان. واللي بيبقى جبان ما دخل قلبه الايمان قلبه، واللي بيبقى بخيل بتصير الزرد منه. لا، المؤمن ما هو جبان ولا بخيل ولا سلسلي ولا واطي ولا بغتاب ولا بنم ولا بخلف، البتة على خصوصا ما بيكذب البتة، لانه يشهد الله سبحانه وتعالى ناظر اليه. مثل ما بيناكم الورد، الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. الله شاهدي، شاهد قلبي، ناظر لجسمي، معي بجسمي بقلبي بكليتي. وين بدنا نطير؟ وين بدنا نسوي؟ اذا كان الله مناظرنا ومشاهدنا ومعنا، شلون بدنا نطير؟ بس بدنا صدق. هالشيء اللي عم بحكي ما بتصلوا اليه بكتب الصلاه، لا والله، ولا بكتب، خصوصا كان بخملوا الصلاه انتوا عم بصلوا، ما عم بشوف توفيق، وما توفيق الا بالله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تشوف مين اللي عم بينام. هكذا الانسان الحق لما وفقنا لمجيء العلم هو اللي وفقنا. وقال لأ اخواننا بالسينمايات او بالتلفزيونات او ما شابه ذلك، ونحن الله جابنا عدد، ايش التوفيق هذا؟ والله توفيق هذا توفيق. ايش بده بقى التوفيق؟ بده شكر. التوفيق بده شكر. ايش الشكر؟ تنسبي النعمة الى المنعم، واذا نسبت النعمة بتستحي منه، بيعطيكي بمقدار حياكي من الله سبحانه وتعالى، من داري بيعطيكي من العلوم والمعارف واسرار، وبطلع من قلبك اشياء ما كنت بتعرفيها. مو قلبك صار فيه صفاء؟ هالصفاء بطلع منه علوم. بدك تطلعي؟ بدك تمشي؟ عطوه طريق بنتي، عطوه طريق. بدي صدق. انكسرنا ويا رب اجبرنا، هو بيجبر. والله اللي كسر هو اللي بيجبر، ما في جبار غيره. لا تعتمدوا على طبيب، ولك بناتي والله ما في حدا بيطيب الا هو الطبيب. قال سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه مرض، قال له روح الطبيب، قال له الطبيب عنده علم، عنده خبر طبيب فيني، بس بده انكسار، بس انسان انكسر حقيقة الى الله بيشهد الامور، هو الجبار الحقيقي. نحن بنعرف اذا واحد ابتلي بابتلاء بينكسر او مرض او بيعطيه ذل وانكسار، هيك بنعرفه. مو بيعطيه لطيف غير شيء، بيشوف نفسه فوق وبيشوف، لا لا، كل شيء اللي الله سبحانه وتعالى ما في عنده الا خير. اذا امرضنا خير حتى يدلنا عليه، اذا كسرنا خير حتى ننكسر ونرجع اليه. كل قضيه اللي بعملها لانه حكيم، الحكيم لا يضع الاشياء الا في محلها. انتم بس عرفتوا الله حكيم، والله بناتي نجحتوا. الله مو متحكي، اذا زعلنا من ابننا بنقتله بنضرب؟ لا لا لا، الا يوم الفصل بساله. اما بقول الان ايش بتريد تطلب منه بيعطيكي؟ ايش بدي؟ انه هو رب. لو قلت له يا رب انا مالي بحاجتك، ولا ولا، قال لك يا عمتي انت الان عبدتي وانا ربك، والان بدي اعطيكي، وهذا يوم الفصل اذا ما تبتي بسالك على الكلام اللي قلتيه. هذه وقاحه منها، دليل ودل على جهله في الله سبحانه وتعالى. بناتي والله الله بقومنا وبيمشينا وبيعطينا سمع وبيعطينا بصر وكل شيء، بيعطينا الكمالات. لكن شديد
بدك تشهديه بعين البصر؟ لا، بدي عين البصيرة. هي منين بتجي؟ من التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقينا الله بعلمنا حتى في نفسه، حتى بعرفنا بكل شيء، حتى فهمنا كل شيء إذا كنا معه حقيقة. أسأل الله رب العالمين يشفعنا، أسأل الله رب العالمين يشفعنا، أسأل الله رب العالمين يشفعنا. شفع الله غد وسامع يا الله. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دين احتمال الله الصراط الذين أنعم الله. وإذا مرضت فاشفيه، وإذا مرضت فاشفيه. لا تتكلوا على الأطباء ولا على الحكماء. لما بمرضوا مين بده يطببون؟ اللي امرضه ما في غير الله. بناتي الحق بنات الادماني. لا ولو كان لا حد يضربني انا. فهمتوا بناتي؟ انتوا دائما كونوا توحوحوا الى الله. ايش بتريدوا بيعطيكم وراء ما بتريدوا. بس كونوا صادقين. لا تلتوه مع زيد وعمر، والله ما في اصحاب. يوم السبت، درس للنساء مسجل بتاريخ 30 ذي القعدة عام 1386 والموافق 11 آذار عام 1966، درس للنساء. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. هنبين على الطهارة، وقلنا الدين ظاهره النظافة وباطنه اللطافة. فإذا شفنا واحد وسخ قذر نفهم هذا منقص من الدين، ما أتى على الدين بحقيقته. اجعل الدين التقليدي، دين ناس مقلدين اسمه مسلم لكن أعماله بغتاب وبنم وبكذب، مو هذا الدين الإسلام. دين الإسلام جذاب، بتجذب القلوب، على خصوص القلوب الطيبة، القلوب النيرة، بتجذبها بالكمالات اللي الله سبحانه وتعالى من علينا بها. وهذه الكمالات لا يتحملها غير الإنسان. لا الملك بقدر يتحملها، ولا الجن، ولا الحيوانات، ولا النباتات، ولا الجمادات. فالإنسان بده يكون طاهر اليد وطاهر اللسان وطاهر العقيدة وطاهر كل شيء. العقيدة عن الاعتقاد، طاهر الاعتقاد. عم بيقولوا قال قبل كل شيء إنسان بده يطهر لسانه عن ذكر الصحابة. كتير ناس كلموا شدقوا على سيدنا معاوية سيدنا علي وشو أبين الصحابة رضي الله عنهم، كأنه صار مثل عكيتهم أو صار أعلم منهم. الباب العاشر في كف اللسان عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد منهم بسوء. الصحابة لا تذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم، بأي مقتديتم اهتديتم. كيف النجوم في الليل؟ هلا اهل العرب ما بيمشوا الا على النجوم، بيمشوا على النجم وهو رايد لبدر اللي رايده. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. كثير ناس في قلبه غل على سيدنا معاويه او على سيدنا علي او على سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر. الشيعة يبغضون الشيخين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، هم وزراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهما قام الإسلام حقا. وكل منهما ورث، سيدنا الصديق ورث من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، وسيدنا عمر ورث النصيحة يعني بكاملها. سيدنا عمر كان الوارث النصيحة، كان ما يهمه بده ينصح خصوصا في الإسلام. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان وارث الإيمان بكماله،
نزلك الأيام اللي قاموا سيدنا أبو بكر ما بؤذي الأم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس بينتسوا لسانهم بكلامهم على الصحابة خصوصا منهم الشيعة بتكلموا على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر اللي هم الوزيرين الحقيقيين، وهكذا دل على هذا لما بنشهد شخص بتكلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أهل الله أو على المقربين بدل على شقاوته هو دلل إيه أنت كتير فاضي فارغ هلأ تتكلم على الصحابة وأنت مملوء لسه مشحوم من الأغزار والأوساخ، وهل أنت وصلت لي نعلهم أو وصلت لغبار نعلهم كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي جده من أمه سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان جامع بين الظاهر والباطن، كان خليفة في الظاهر وخليفة في الباطن. هو يقول رضي الله عنه لغبار فرس نعل معاوية خيرا من عمر بن عبد العزيز. هذا الكلام عم بتكلمه بحق بصدق في قلب طاهر ولسان طاهر. وهكذا فبناتي إياكم تتكلموا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فتحوا البلاد، دوخوا العباد بحق وإخلاص ما قلت العدد والعدد، تبين في قوة نور قوة إيمان قوة محبة قوة اتباع للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. نحن الآن بكسر عما نسلم عوض ما نفتح عما نسلم ما شاء الله علينا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا جوعانين عريانين فقراء لكن قويين في الإيمان والمحبة والاتباع والإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي مجاعة. ما كان فيهم مجاعة كان يقدموا الغير عليهم. خصوصا وجدوا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناتي بس شفتوا واحد بتكلم على الصحابة اهجروه لله، ولو أمكم ولو أبوكم بعد ما تقدموا له البيان هدول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدول أنوار، هدول مقربين، هدول فتحونا البلاد، هدول هن المرجع في الوجود. فإذا أخذ هذا المراد، ما أخذ فاهجروه لله مين ما كان. إذا كان أبوكم ما أبوكم، أمكم ما أمكم، أختكم ما أختكم، أخوكم ما أخوكم، معلمكم ما معلمكم، شيخكم ما شيخكم، وهكذا. نحن صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان بس يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا منجعله كالنجم الدال في البرية لما بيمشوا بيمشوا على النجم، والبحارة بيمشوا على النجم، والعرب البدو بيمشوا على النجم، بيمشوا على النجم هو الدال. كذلك الصحابي يدلنا بحاله وبأفعاله وبقاله. هكذا هكذا لا يجوز أن نتكلم على أحد ما بتكلم إلا مطموس البصيرة. بناتي المراد البصيرة أكثر، لأنه الحق يقول يدبر الأمر، قدم البصيرة يعني الروح، عالم الروح، عالم الغيب، عالم النور، عالم اللطافة، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون مو تؤمنون. الإيقان هو الشهود. فالإنسان إذا كان عنده عين بصيرة بشهد الشيء وسره، بشهد الإنسان وروحه. الإنسان جسمه من عالم الشهود، أما روحه من عالم الغيب، من عالم الأمر. يدبر الأمر لأن الوجود الحق قسمه قسمين، عالم أمر وعالم خلق. عالم الأمر هو عالم الروح، وعالم الخلق هو عالم الجسم بيشوفه بعينيكم. فالإنسان بده يكون حاكم على ذاته اللي هو جامع عالم الأمر وعالم الخلق. ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله. الحق سبحانه وتعالى يقول له الخلق والأمر. سئلوا عن الروح قالوا لا نتكلم عليها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم. لا ليس بصحيح هذا الكلام. تكلم ويسألونك عن الروح، سألوا اليهود وسألوا جاءوا الجواب من عند الله، ويسألونك قل الروح من أمر ربي، عالمها عالم الأمر معالم الشهود، وهي لا تدرك إلا بالبصيرة. واللي بيغتاب خصوصي بدعك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما ببقى له قلب بتاتا، بيصير
محجوب كل الحجاب، حتى ما بدك نفسه، حتى ايش عمال يحكي ما بدك، ولا بعرف ولا بفهم. اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الحق هو الذي اختصهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصهم، اختص الخيار من الخيار، حتى كانوا كلهم نور. فبدو بناتي الروح عالم، عالم الامر، وهي اللي قائمه بها العالم هذا، عالم الشهاده. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. الحقيقه اقول الشيء كن فيكون، فالكون فيه معنى وهو الروح. قال ونفخت فيه، قل كن، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالروح لما الانسان بده يموت لازم تفهموها. كثير ناس بيخملوا الروح جسم، لما بده يموت تطلع منه دبينه زرقاء خضراء ما بعرف كذا، لا هذا ليس بصحيح. عباره عن وجهه الرب الينا سبحانه وتعالى. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي، اي من عالم الامر. وعالم الامر من زمن مخلق قبل عالم الخلق، قبل عالم الخلق 2000 سنه. هذا مين بدك عالم الامر؟ بدركوا اهل الايش، اهل اللطافه، اهل النور، اهل المحاسبه، اهل المجالسه، اهل المجانسه. المجانس قبل المجالس، لان الانسان اذا جالس اهل الله ايش بده يفهم عنهم؟ بفهم مقداره. واذا كان هو مجانسهم في نسبه بينه وبينهم، هؤلاء هم الذين يستفيدون حقا، حتى يعلمون ماذا يتكلم قبل ان يتكلم. ليش؟ أنه مجانسين، هكذا شأن المجانس. فخصوصا علم التوحيد، علم التوحيد لا يؤخذ من اللسان ولا عن اللسان، يؤخذ عن الجنان، عن القلب. وهكذا كان أصحاب صلى الله عليه وسلم، هذا توحيدهم. إيه هو توحيد الصوفية اللي كان صلى الله عليه وسلم بده يكتبه، وما خلى سيدنا عمر رضي الله عنه ورسول الله سلم ترك لشأنه. توحيد الصوفية هو التوحيد الحقيقي، هو المربوط في الذات الإلهية الفعال المطلق. لا أنا ولا أنتم، الفعال المطلق هو الله، لكن حكيم يضع الأشياء بحكمته. سيدنا الغزالي رضي الله عنه حين ما فتح أول فتح، فتح عليه بعد 15 سنة بالمجاهدة والرياضة، رأى الوجود على ما هو عليه، قال ليس في الإمكان أبدع مما كان. هالتنظيم الموجود ما بده يكون أجمل وأكمل. لا تقولوا في سرقة، السرقة ولكم في القصاص حياة، أي لا تنسوها. هذا كم وكم ناس يسألوني عن بعض الحكم ابن عطاء الله، مراد الله من خلقه ما هم عليه، خمل إنه نحن علم. لا لا، معنى البسع تقطع يده، البزني يرجم او يجلد، البقتل يقتل، وما شبه ذلك. مو ما هم عليه يعني على سقطاته وسفلاته. المي ليش وجدت؟ مشان تطهير النجاسة، مشان الوضوء، مشان الغسل، مشانه مشانه. والماء عبارة عن رمز من الحي الذي لا يموت الى الحي الذي يموت. لأجل ذلك اهل الوسواس بخمله بده يزيله، رجع من ولد جبرة، بيظنوا بوسواس كتلة الماء بده يزيله المرض الموجود في نفسهم في ذاته. لا لا، بل بيزيد مو بيزيل. البيزيل هو الاعتقاد، أن يعتقد أن الماء رمز، والمزيل مو الماء، هو رب الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمن. وجعلنا هالجعل هو بيزيل الوسواس. القلب لما بتوسخ مو بزيله في الايش، في الماء، لا، بزيله بالرجوع الى الله. والرجوع الى الله بحتاج للمعرفة، تجلس بين ايدين عارف حتى يعرفك يفهمك. هالوسواس منين دخل عليك؟ الوسواس وجدناه منين دخل؟ من الجهل. لا كما يقولون الفقهاء، يقول الوسواس يكون باحد الجهتين، اما بجهل يعني في الشريعة في العلم، او في عقل ناقص. لا، الوسواس بيجي من جهل في حقيقة الدين، حقيقة الشريعة، هذا اللي وجدناه حقيقة. أما أهل الله على الإطلاق ما عندهم وسواس البتة، بل ما عندهم وهم البتة. لذلك اللي بده
اللي بده يصير من أتباعهم بده يسمع كلامهم لا يأخذ عن قلبهم، لأن أهل الله ما عندهم قلب التاء وهم الوهم على مين بدخل؟ الوهم بدخل على الجاهل بحقيقة الدين، جاهل في الله وإن ربك فعال لما يريد، ما في حد يقف أمام حدا يقول لي شكون فيكون، إن الله على كل شيء قدير. لا تخملوا بصلاتكم بصومكم اللي عم بتصموه بالصلو بيعطيكم ذرة، لأن صلاتكم شفناها وصومكم وحدكم كله عبارة عن عادة، بتصلي عم بتصلي عمل، هذا عمل الفاسقين، لأنه العمل الموجود في الوجود اثنين، عمل الفاسق وعمل المحروم. سئل بعض أهل الله أيهما أنجح، قال عمل المحروم أنجح من وجه، عمل الفاسق تنبيركن، عمل الفاسق عادي صومه صلاته وحجه قيامه وأخذه وعمليته عادي هكذا ما في لي ألبتة، أما المحروم في عمل لو كان لنفسه، لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه، أن يمن عليه بالحقيقة. ليش؟ لأنه في طلب نوعا ما، في مركز على شيء نوعا ما. أما اللي بيعمل عمل أكثر الناس صلاة وصوم وحج وكان عادة، والعادة يا بناتي مهما كانت العادة، العادة مضرة. حتى الإنسان أهل الله كان واحد عادته خير بيقيموا عن عادته. ليش؟ كان سيدنا الشيخ سلطان العلماء فخر الدين الرازي رضي الله عنه دخل عليه تلميذه وجده يبكي، قال ما يبكي الشيخ؟ إيش أبكاك؟ قال يا ولدي أنا على مسألة منذ 25 سنة والآن تبين لي بطلانها. هذا التلميذ كان يحضر عليه وعلى واحد أهل الله الكمل، راح قال له هيك شيخ، قال له رجع قال له لعل السنة كمان 20-30 تطلع كمان باطلة، لا بدك من شيخ عارف يعرفك في الأمور. رجع حكاله، لما حكاله شي دخل في دماغه، لكن ما بقدر سلطان العلماء، وأنا وجدت أقرب العلماء إلى الله سيدنا فخر الدين رازي، لأنه أنا ما وجدت حدا تكلم على سيدنا من مدي عم بشوف بطلع على سيدة يوسف ستنا أي سيد وإلا سيدنا وببريها وببرينا سيدنا يوسف عليه السلام دل. فهذا فخر الدين الرازي راح، لما راح من الشام كان في الشام وراح إلى بلاده، وهو هناك بقى سنة سنتين 15 بخطر له الخاطر اني لابد لك من شيخ عارف. اجا شيخ بيقول على الشام، شيخ اجا على الشام اسمه نجم الدين الكردي، هذا كان مرشد كامل. فقام الشيخ فخر الدين الرازي يركب معه 2000 خيال، لا خيال ولا 20 ولا 100، 2000 خيال، لانه قبل ما كان سيارات ولا طيارات كان يركبوا خيل، وهذا سلطان العلماء بحق. لما جاء مع 2000 خيال إلى الشام ودخل عن سيدنا نجم الدين الكردي رضي الله عنه، قال مولاي أنا في اسمي فخر الدين الرازي وأنا جاي عليك حتى أخذ الطريق وأسلك إلى الله. قال له جنابك فخر الدين الرازي بدك تسلق طريق؟ قال له إيه، قال له إيه ما بتقدر. قال له ليش؟ قال له هالعلم اللي عندك علمه كبير كتير وعنده فلك عقله واسع بيجيب المسائل طويلة عريضة. قال له ما بتقدر، نحن السلوك مسلك السمان الأصاب الكذا. قال له يا سيدي لا تخجلني أنا جاي من بلاد بعيدة. قال له يا ولدي ما بتقدر، هذا السلوك أمر صعب بدك تترك عاداتك كلها. قال له يا مولاي لا تخجلني، هذا قال له لا تخجلني وهذا قال له ما بتقدر. بعد الشيخ عنده شيخ عنده تشاويش، قال له خذوا إلى الغرفة الفلانية. أخذوا الشيخ توجه بده يسلب له علميته، لأنه شو بده يسلك ملال علم، بده يسلب له كل علميته الموجودة عنده حتى يسلكه كما يريد الطريق المستقيم مو من هون ومن هون. كثير ناس بيكون مريض ويجي عند الشيخ، الشيخ بده يسلكه مدار هو بيعلم الشيخ بدي كذا وعمل لي كذا وقال لي كذا، وإذا جيت على الباب دخلني، يعني هو الشيخ هذا الباب هذا ما وجدنا أبن ألبتة. الشيخ توجه وتوجه عليه بده يسلب علميته، وأشعر علميته عم تخرج منه صار يصيح ما بقدر ما بقدر ما بقدر.
الشيخ سهل متوجع عليه في سلب العلم وهو يصيح ما بعدين كل صوت على من اخوه. بعت الشيخ جابه قال له مالك يا فخر الدين؟ قال له ما بعدين بدي علمي ما بعدين. قال له مو قلنا لك يا ابني ما بتقدر؟ قال له ما بقدر. قال له خير ان شاء الله، نحن ان شاء الله انظارنا عليك يا فخر الدين. وهي بشارة سيدنا فخر الدين. بيروح فخر الدين على بلاده يوم من ايام الشيخ قاعد بعد سنة سنتين خمسة عشرة قاعد، وقال للشيخ برفع اجره بضرب شيء كأنه في شيء امامه بضربه في اجره. الشيخ جنبه احد المريدين المقدمين شاف الشيخ ايش عمل. بعد ما راحت الناس قال له مولاي؟ قال له نعم. قال له ما رأيت منك شيء غريب؟ قال له ما رأيت. قال له كأنك تضرب شيئا. قال له انت رأيتني بعينك؟ قال نعم. قال ايه؟ هذا ولدنا فخر الدين الرازي لما الان احتضر، لما احتضر جاءه ابليس، كل ما يجيب له دليل يقض له اياه ابليس، كل ما يجيب دليل يقض له اياه. يعني هذا العلم العقلي ما في شيء بيطير كله، هذا اسمه علم الاعتقاد. اما العلم الذوق قاص حسم ذاق طعم الايمان، ذاق ذاق. فهذا العلم الاعتقادي ما هو ذوق، غضب من الغضبات مثل ما ربطيه بتحلي. قال له نحن الان قلعنا عنه ابليس الشيطان ومات. سيدنا الشيخ الدين الرازي رضي الله عنه بشهاده الشيخ ان قلع عنه الشيطان. هي النسبه بناتي، شوش قد النسبه الى فرق؟ قالوا له للي ما بفهموا، قالوا له للي ما بدركوا، ما في غير اهل الله، هن الرواسي الموجودين في العالم، هن الحق عرفهم وعلمهم العالم باسره، الدنيا والاخره والبرزخ والكل، ما في شيء بياخذ لبهم، ما بيشهدوا الا الله، لو كان عم بيتاجروا وعم بيزارعوا وعم بيصانعوا، عم بياخذوا بالسبب لانهم مامورين باخذ السبب، ولكن قلبهم مع مسبب الاسباب. فهمتوا بناتي؟ هذا هو الدين، الدين عظيم عظيم. هذا بقول روحي بداك يا رسول الله، بيكذب 100 كذبة، هذا يا الله بيكذب، ولك أنت بركي إيش بعرف في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بركي إيش بعرفك في الله؟ لأنه غيب ما يعني ما عندك استعداد. لو فرضنا قعد أمامك ما بشوفه، ليش؟ أنك محجوب، يعني أعمل بصيرة ما عندك. ما في الإنسان إيمة بدرك بعد ما تزكى النفس قبل كل شيء، كما قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس بناتي، النفس هي الروح بذاتها، هي العقل، هي القلب، هي السر، هي النور الإلهي السارية. فالحق لما بيجلي عنا الغيوم والحجب تشهد الأمر على ما هو عليه. ليش؟ صارت تشهد بالله مو بنفسه. قبل أكيد محجوبة، واحد بقف قدام المرية، المرية منا مصدي جربان منا علينا نقاط، ما بشوف حاله محل الجرب، ما بشوف المرية بتجرب الفضل فيها بجرب فيها محل، إذا كان عليه نقطة ما بيشوف، إلا بدها تكون المرية صافية حتى يشوف حاله تماما. مو بشوف حاله كويس أو لا، بيشوف الموجود فيه. فإذا كان ما في، أنا رأيت أنصح من المرأة، المرأة ناصحة حقيقة، حقيقة أخف الله المرأة. تقفي أمامها إيش بتفرجيكي؟ الفيكي لا زيادة ولا نقصان، فيكي وسخاية ما بتفرجيكي تنتين، ومو بتفرجيكي ما في شيء، لا فرجيكي وسخاية بتقيميها وبتشكري الله على ما أعطاكي. بتمي واقفة أمام المرآة حتى لم يبقى فيك شيء. هي المرآة ما بتعرف غير الظاهر، هناك المرآة الباطن الأخف الله. لابد الإنسان يكون له أخف الله، وإذا كان الأخ في الله طبعا بده يكون عنده علم بالظاهر في الباطن، بيشوف لسانه ايش بحكي وبيشوف نيته ايش بعرفها. دائما بالنصح، الدين النصيحة دائما بالنصح. فهذا الشخص دائما نظيف، دائما لطيف، بدك الأمر على ما هو عليه، لا بيفكر في البيعة ولا بالليرات ولا بالأولاد ولا بالنسوان، ولا ما بيفكر أول ما بقى إلا على الله. ليش؟ لأنه نفسه مزكية، نفسه طاهرة، ما بيعود بعمل مخالفات البتة. ولو شياطين الإنس بناتي، شياطين الإنس أضر من شياطين الجن. ببك ما بقول لك أنت كذا عمل كذا وقول كذا وسوى كذا، بخرج عن حقيقة المسكين بعد بطه، هذا رأيناه بعين رأسنا، على الخصوص الآن عما نشد منه كثير. بيكون رجل طيب تقي أو امرأة تقية نقية بتقعد مع واحد خبيث، خبيث الطبع،
وقال له بقلبه فوقاني تحتاني، وهذا رأيناه بكسرة بهالجلسة هذه بيعطي ابنه أساسا نفسه ما هي مزكية. لو كان أساسا نفسه مزكية ما بقعد معه، إذا قعد معه بقعد قعد الطبيب. الطبيب لما بيجلس مع المريض عنده منع، بمنع ما بدخل عليه شيء البتة. فهذا ما بعرف لا طبيب مريض وأمر بالمريضين إيش بالقيادات بوسوس له، لأنه الشيطان له صفتين، صفة الوسواس وصفة الخناس. إيمت بوسوس وإيمت بخناس، هذه خدوق قاعدة مضطردة. لما بكون إنسان يقظ الشيطان بصير خناس، ما بقدر وسوس بحترق. شو قالت جهنم لما كون طالعين رايحين على الجنة؟ جز يا مؤمن فإن نورك يطفئ لهبي، جز يا مؤمن فإن نورك يطفئ لهبي. وهذا حقيقة، لأنه نور هذاك نار أحد أركان الأربعة، ولكن النور حاكم على الكل، لذلك الروح عالم عالم النور. فهكذا فالإنسان لما بدي صاحب واحد شرط أساس يكون أعلى منه خلقا، أعلى منه خلقا، مو خلقا، لا مو جمالا، مو مالا، مو مادة، لا خلقا، وقاف عند الحق. هذا صحبته معنا بتفيدنا جدا جدا. يعني الشيء اللي بدنا نصل إليه مثلا بأربعين سنة نصل بأربع دقائق، يعطيك النتيجة، فك لك العقد. ما رأيت حدا فك العقد غير أهل الله. أهل الله على بيان، على بصيرة أمورهم من أولها إلى آخرها. لما بقف أمام الإنسان بشوفوه بفهموه وبعرفوه إلى آخره، ولكن ما بيمشوا إلا مع الظاهر. سيدنا خالد رضي الله عنه بن الوليد مرة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة صار يتحارب. ذاك الرجل من خوفه من سيدنا خالد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما الشاهد قتلوا سيدنا خالد، فهم أنه آية عم بقول لمشي خلص حاله. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أبرأ من عمل خالد، رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ من عمل خالد، مو من خالد. سيدنا خالد محبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عمله اللي عمله. لما إجا سيدنا خالد، سيدنا خالد ما بيعرفه أسلم، بيعرف قاله آية من قتل. قال له يا خالد لما قتلت؟ ما قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال يا رسول قاله آية. قال له هل شققت عن صدره؟ هل شققت يا خالد عن صدره؟ نحن مبعوثون بالظاهر. وهكذا بيجي المنافل عند الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتذر، والرسول صلى الله عليه وسلم والله بيعرف حركاته وسكناته، لأنه قال علمت علم الأولين والآخرين. لكن الرسول بتجاهل، يسأل السائل الكذاب يقول لا أعلم، إن علمني إلا علمت وإلا لا أعلم. إيش بظن الرسول ما أعلم إنه ما بيعلم؟ لكن إيش قال هناك؟ علمت علم الأولين والآخرين. وهناك مجلس آخر قال سلوني ما شئتم ما دمت في موقفي هذا مفتوح. أما إذا كان واحد كذاب أو دجال، قلت لكم معي جرت هالسنة بالصيف أو صلى السنة ما بعرف، جاءني عندي رجل شبه أمير، أمير ما بعرف، ما بعرف من قبل. إيش قلت أنا؟ واحد يتحفوا هيك في قضايا يا بناتي ما فت علي ولا كلمة، واللي عندي نسيته. الله أكبر، اللي عندي البحفظه نسيته، ولا أريد أتكلم كلمة ولا كلمة البتة. عرفت أن هذا شيء نعوذ بالله. عندي إذا سكت وهكذا لما منشون بيكون قاعدين عم نتكلم، وبيجي قد يكون واحد قد تكون واحدة مثلا سافرة أو فاجرة أو ما بتصلي، لكن عند همي لما بتجي بيجينا الفتح الكبير دل إنه هاي بده يفتح عليها، بده يصير من المقربات. الإنسان يا بناتي كلنا كنا نزوق هذا ونعرفه قبل أن يجلس بين إيدين. هلأ ما بيعرف الله وأهل الله إيش يفهموا فيها. خمل حاله بصوم وبصلي وحمد مشيف أكثر من هيك كتير شفناها بعينينا. بعد لما بجلس الجوز دار ببكي على الأيام اللي مضت عليه، إيش أنا صلاة وأنا عم خمل حالي هو عم صلي. لك من وفقك الصلاة؟ وما توفيقي إلا بالله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هي ما بفهمها حتى يجلس بين إيدين أهل الله. إذا ما جلس والله انطار ما بفهمها ألبتة ألبتة ألبتة. نعم نعم بده يكون عنده اعتقاد، والإنسان يستفيد بمقدار اعتقاداته. أما إذا كان قداب أو جاي تايه يجي هلا في عما جلسة في ناس قدابين جايين تاخذوا المجلس مساكين محرومين يعني. وهكذا أما الصادق
الصادق الله ما يعطيه، قال جدا صدقا تجد مرشدا. نحن ما رأينا شيء من غيره إلا أعطانه الحق سبحانه وتعالى، شيء بيخطرنا لا والله أعطانا قد ما يخطرنا بملايين مليونات، أعطانا أشياء ما منعرف أسماء تنديئة، وكنا صغار كنا ضعيفين، أعطانا إجمالا. الرسول يقول اتقوا الله وأجملوا بالطلب، هيك كنا نحن بدون علم، بدون علم اطلاع الحديث، نعني نطلب من بدنا الله إجمالا، ما منعرف شلون ما شلون يصير ما شيء ما فما. لما صدعنا بهذا بعتنا الحق، بعتنا من يعلمنا ومن يهذبنا ومن يقدبنا، ببعث بقى الحق، ببعث سيدنا الخضر، ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ببعث من احد الاكابر، ببعث هدول اسمهم اهل العنايه. هدول بدركوا عنايتهم لما كانوا صغار، كان بده يقع بالذنب وما بقع بالذنب، ما بفهم ليش هدول كانوا معتنين فيهم من صغرهم. في موجودين هلا جماعه والحمد لله رب العالمين اسمهم اهل العنايه، اذا رادوا يقعوا بالذنب ما بقدروا، ليش؟ ما بيعرفوا، اجمالا ما بيعرفوا، لكن تحقيقا في رجال من اهل الله يربون الطفل وهو صغير، بل يربوه وهو في قلب امه الى اخره، وهذا موجود. ليش؟ اللي بعته ان الله على كل شيء قدير، اللي بعته عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من اسر الاولى ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسلم، الحمد لله فرتي الله جوا برا، عالم الغيب وعالم الشهادة. اعرفوا بنات هاي المسجلة الموجودة عندكم، كل فرد عنده مسجلة، مو تخلوا مسجلة بتجيبوها، مسجلة بتجيبوها لسع ناقصة كثير. انت قال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اوف الله اقرب من هذا الينا وهو معكم اينما بدون. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. سيدنا رقيب بيكتب الحسنات وسيدنا عتيد بيكتب السيئات، ويوم رقيب قال اقرا كتابك. وي 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 المحاسب المهم، انا ما رايت مثل النفس، هي محاسبه وهي محاسبه، هي تحاسب لانه واقفه بين يدي الحكم العدل. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مين عم تحاسبك؟ نفسك عم تحاسب، هي عم تحاسب لانه ما بتقدر، قدامها المسجله، الشهود، النهار، الظرف، المكان، الزمان، الشبابيك، البيوت، وكلهم بنطقوا حتى جلده اللي عمل عمليه ايديهن بحكوا سوينا عملنا بصرهم ايديهم اجريهم بعد جلدهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. بناتي اذا واحد الله من عليه بالعنايه من دار مشهد، حكيت لكم عن هذا الشيخ ذي الفقار اللي اجى شيخ الكردي شيخ الطريق النقشبنديه، كنت في سير من سنوات قريب 20 سنه، وكان معي حلبية كم واحد، شيخ وقور عليه الوقار عمره يمكن 80-85 سنة، بيجي علي تسلم، هو شيخ الطريق في الشام النقشبندية وفي هنيك في سير يعني في لبنان. اجى لعندي قال لي يا ولدي بدي اخبرك قضية. قلت له تفضل مولاي. قال انا يوم الايام، عطوا بالكم يا بنات تكبر ايمانكم في الله، قال انا ماشي بالطريق وقال لي نباتة بتناديني باسمي يا ذا الفقار، طلعت ولا نباتة؟ نعم. قالت له اقطفني، انا فيني سر ضد الداء الفلاني، بس اعطيته لصاحب الداء بطيب. قال يا ولدي قطفته، رجل وقور وقور ما قدام، وهذه معروفة عند اهل الله. قال قطفته واخذته يا ولدي. قال لي اينه من مرض في هالمرض؟ اعطيه حشيش يطيب رأسا. قال يا ولدي انا حكيت وما بقيت اشوفها ولا بقيت اعرفها، ويبكي ويقول ابني الان مرضان بهداك المرض. هي الله مرض له ابنه تيعرفه تيفهمه تيفرجيه ذوقا بنفسه، يبكي هو، يبكي انا ما بدي شعر ابيض لسع، هو يبكي انا اضحك، انا بدي احكي، هو عم يبكي وهو قور عن ذات شخصية، بدي اضحك بدي احكي معه ما امكنني، بدي اقول له يا استاذ اذا الله امنك على سر نباتي ما اتمنت، رحت حكيت للناس، فكيف بدي امنك؟ بناتي سيدنا حذيفه بن اليماني كان امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بالمنافقين وغيرهم على الخصوص بالمنافقين، يقول له رسول فلان وفلان رسول سلم كان حكيم، الله يدرك يا رسول الله، ما أجملك ما أكملك ما أحلمك ما ألطفك. يعرف زيد وعمر ما يقول إلا لسيدنا حذيفة، سيدنا حذيفة لو قطعتوه إربي إربا بكي، بس سيدنا حذيفة باليمن يقول له خصوصا قبل وفاة رسام بشي قليل، جابوا لسيدنا حذيفة وحكى له الأمور ومن المنافق ومن المنافق ومن باقي ومن أسمت ومن باقي ومن إلى آخره أسمت. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا كان ما بعرف غير النصيحة، ابنه أخوه عدوه ما بقى النصيحة لله ولرسوله. إذا مات واحد سيدنا عمر يقول عجب هاد من المنافقين لما منه ما بيعرف، يبعث على سيدنا حذيفة بن اليماني يمسكه بإيده من هون، قال له يا حذيفة، قال له لا، قال له اليوم مات فلان أو فلاني أصلي لنا، انسحب إيده منه سيدنا حذيفة ما بتجاس أحكي مع سيدنا عمر، انسحب إيده يتركه ما يروح يصلي بتاتا، وقال له امشي تصلي، يفهم إن هاد ما هو من المنافقين ولا منافقات، والمنافق والمنافقات لا بد من وجودهم. حتى أغرب ما هيك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي ابن سلول هو رئيسهم، هو رئيس المنافقين على الإطلاق. ليش نافق؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اللي بده يدخل المدينة كان عم ضموله الخرز بده يتوجه ملك، كان في المدينة من الخزرج عمال يضموله الخرز بده يجعله ملك عليهم، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دخل تركوه عرضوا الكبار والصغار والبنات والكبار، أرجو أقبل البدر علينا من سنيات الوداع إلى آخره، تركوا هذا من أهره راحت منه المملكة، وانقال أني هو مشرك يهودي بقطع رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيخاف من قامه، قام نافق جعل حاله كمان أسلم. لكن يا لطيف ويا ستار، أما ابنه عبد الله ابن عبد الله هذا كان أسلم إسلاما حقيقيا، وهذا له قضايا كثيرة مع أبيه، وكان هو البار في المدينة، لا يوجد في المدينة أحد بار مثل عبد الله ابن عبد الله مع أبيه، لكن كل شيء وحده عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم كم مرة يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم قتل أبيه، يقول يا رسول، حتى يوم من الأيام غزوة بني المصطلق لما الرسول صلى الله عليه وسلم غزا هنيك الجماعة عندهم الدواب البغال والخيل راحوا يسقوهم العبيد، من عم بتفتويت قاعدية للنايمة قاعدية للنكشية قضية نايمة قضية بتفتات هم غير بتفتات المقصد العبيد ان عم بسقوا الدواب بالزاحم عبيد مع بعض البعض، ناس من هاجرين ناس من انصار، بتجيهم نخوة العصبية بتقول الأنصار يا للأنصار والمهاجرين يا للمهاجرين وبعلقوا مع بعض البعض، بيجي بقى هذا عبد الله بن ابن سلول هذا رئيسه رئيس الخزر هنيك من الأنصار، قال له لكن والله ما مثلكم إلا مثل سمن كلبك لأكلك، جعل صلى الله عليه وسلم هو الكلب وعم سمنوه إن بطعموه بسعوته يأكل، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول حتى انفضوا، خملوا إن الصحابة سلتجية ليه يبقوا اليوم واليومين والثلاثة بدون طعام ولا شراب، غزوة الخندق كانوا عم بحفروا الخندق 1000 شخص والألف شخص صلوا تتين بدون طعام، بيجي سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه بيحكي لزوجته بيقول له إن الرسول صلوا 3 أيام من كلامه، والرسول كان حط كل يوم حط حجرة، أول يوم حجرة على المعدة أي تعلموه بناتي، إذا واحد جاء يحط شيء بأبتده حجر غير حجر بيبتده يسوي ويربط، تاني يوم تاني حجر، ليش؟ حتى ما تخفض، إذا خفتت المعدة ما بقدر يمشي ولا بقدر هكذا. فسيدة أبو طلحة قال لزوجته الرسول صلى له 3 أيام ما داء الطعام وعم بيشتغل الرسول سيدنا بكر وعمر وعم شيلوه وعم بعفروه، خصوصا منه سيدنا سلمان كان يشتغل قد 10 من هون، قال سلمان ومن البيت الحكي المقصد، راح قالت لزوجي أنا عندي سخلة صغيرة بذبحها وعندي شوية شعير بطحنه وبأخبزه للرسول صلى الله عليه وسلم، خل جيب له 1 2 3 معهم على شيء. هذا قال له سيدنا أبو طلحة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه تفضل يا سلطان أكل، الرسول نادى المنادي، نادي أهل الخندق تعالوا الحقونا عند أبو طلحة. هذا قلبه مات، يقول حسبنا الله ونعم حسبنا الله إن لله ولا حسبنا الله، طول ما هو ماشي 1000 شخص 1000 شخص بده شيء كثير،
الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك بعد الزوج تطلع تعصي منه. قلت لك ايش فاك الرسول عنده خبر؟ قال له ايه. قلت له لا تخاف انت طالما عنده خبر لا تخاف. دخل صلى الله عليه وسلم جاب الشيل باك قدي زلمة سنتين خمسة حط ايده الصفحة وقال تعالوا. صار يجيب كل عشرة بعشتات اكلوا القلب. بعد ما اكل القلب يقول والله البرمة تبعتنا الطبخة اني اراها ازدادت اكتر من قبل. والخبز كذلك بقى الرسول ما غطى ومن تحت ايدي ياخذوا ياخذوا الخبز وياخذوا ايش الطبخة هي الدبيحة. يقول نحن الف شخص والله لو كان كثير مؤلف ألفات مؤلفة لشبعنا كلنا. فهكذا فهذا عبد الله بن سلول قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا. خملوا سلتجية ولك يا أخي تركوا موالون تركوا أولادون تركوا بساتينون تركوا كل شيء ولحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصغير ليش يا قاعدين في الأرض؟ هي المصيبة المقصد. فكان عبد الله بن سلول ليش قلبه نار قلبه محروق انه محمد صلى الله عليه وسلم يجي من مكة مهزوم من قومه ايه ويجي يصير هو السيد يظهر النفاق. ابنه اسلم هوش انه مشان ابنه لما حكى هالحكي اجى الخبر لمن اجى واحد ولد اسمه زيد ابن الارقم هذا سمع الكلام منه ايش عم بحكي. اجى على الرسول صلى الله عليه وسلم كان محب الرسول ولد صغير لكن محب الرسول صلى الله عليه وسلم من هنيهم اهل المحبه هذول اهل الاعتقاد. بدخل عند رسول سيدنا رسول مين قاعد عند سيدنا عمر الخطاب قال له يا رسول الله هلا عم بحكي هذا عبد الله من ام سلول عم بحكي عليك وقال سمن كلبك لاكلك وحكى وحكى. سيدنا عمر كان هذا تحديد رسول اقطع الروس اقطع في راس فلان راس فلان. قال له دعني يا رسول الله اقطع عنق ذاك المنافق. قال له يا عمر مهلا مهلا يا عمر اتترك الناس تتحدث ان محمدا يقتل اصحابه لانه اسمه صحابي منافق اسمه صحابي اتترك الناس تتحدث ان محمدا يقتل اصحابه. بعد بيجي ابنه ابن عبد الله عبد الله بن ابي بن سلول قال له يا رسول الله بلغني ما بلغني بلغني ما تكلم عبد الله ابوه وبلغني ما تكلم عمر الخطاب فاذا كان يا رسول الله تريد قتله مرني أن بقتله لا تخلي واحد غير أنا داخل في الإسلام جديد بخاف تجيني العصبية أقتل مؤمن بكافر يعتقد أبو كافر أخاف أقتل مؤمن بكافر. قال لا يا عبد الله أحسن أحسن المعية مع والدك. وهكذا راح هن راجعين قفلوا من الإيش ما حاربوا هن راجعين في شريك بدي يدخل هون على المدينة أبو قائد عبد الله بن أبي بن سلول قائد ألف خيال شخصية كان شخصية. لما قبل ما يدخل سوق جواده ابنه قال له أبو قف والله لا تدخل هذه المدينة حتى تقول أنا الزليل ومحمد العزيز وألا قطعت رأسك. يعمل له يا عبد الله مخمر عبد الله الأولي ما بارجت خمرة الإيمان يا عبد الله قال والله لا تدخل هذه المدينة حتى تقول أنا الدليل علنا ومحمد العزيز علنا ولا قطعت رأسك. هذا طلع أبوه ما لا بقى له عينين ولا بقى له عقل وبقتل أبوه ميت أبوه. هذا ما دابه إلا رجع انسحب لعند الرسول صلى الله عليه وسلم الأب قال يا رسول الله عبد الله هكذا يريد يفعل معي. قال دعه 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 يا عبد الله وأحسن أحسن معي معه أحسن الصحبة معه. ودخل إيش المدينة لكن بعد مدة مات من قهره ابنه ابنه بده يقتله. كل ما يجي اجي اخر يوم يخرب بيت هالكلمة ما بريد احب اسمعها ولا احكيها لكن من احكي لكم من جانبها. يوم من الايام قبل موت ابوه اجى لعند الرسول صلى الله عليه وسلم عم بتوضى. ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يتوضى ما يقع شيء في الارض من الماء وضوءه ماءه كل ياخذوه الصحابة اللي بدهن وجهه اللي بدهن مرضه اللي بدهن اعتقاده ما بياخذوا. لذلك كانوا كفار قريش قالوا رحنا إلى كسرى ورحنا ما وجدنا من أصحاب صلى الله عليه وسلم يعني ماء لا يعلى الأرض شعره يا لطيف هكذا كان. وهذا اللي أفادهم بناتي الاعتقاد هذا هو اللي جاب له المحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله منو عبد الله ابن عبد الله إذا بيمكن تترك لي شيء من فضلة مائك بلكي لا أخذها لأبوي بلكي الله بطهر له قلبه بلكي بسلم بلكي. الرسول كله رحمه قال له لا بأس يا عبد الله
أعطاه شيء من الماء اللي زاد. إجا أبوه قال له خذ هذه الماء شبه. قال له ليش؟ قال له يم عند الرسول بكي الله بطهر لك قلبك. حكى كله يخرب بيته يخرب بيته. قال له لا تبع أمك أطهر من الماء. تكلم منافق هذا. رجع رسول ميزة الصحابي بناتي ما بعمل عمل بالإذن. رجع رسول يستأذن بدقتله. رجع لي قال يا رسول الله من ينقتله المنافق هالكافه هالكذا؟ قال ما هي يا عبد الله مو انك احسن الصحبه؟ احسن صحبته هذا ابوك. لا تترك الناس تتحدث ان محمدا يقتل اصحابه. عندئذ تركوا بعدم الطاق اهر اهر وطاق يا سيدي ومات الى اخره. كان يعمل كل قضيه. يوم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اخر غزو غزوه التبوك. غزو التبوك هذا في المدينه في المدينة في جامع مسجد اسمه قباء. اجوا المنافقين عمروا مسجد مقابيله. قباء كله هيك مسلمين يصلوا فيه. هدول المنافقين عمروا مسجد اسمه ضرار وصاروا يجتمعوا فيه يتآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. يتآمروا يجيبوا اوروبا قوة تقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم ما بصلي لنا في هالمسجد تبارك فيك. خبيثين كانوا خبيثين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تأرجع إن شاء الله وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم بناتي أن قلتكم أديب الأدب عنه ظهر. لا يعمل أي عمل من الأعمال. ما عنده عصبية تأخذ العصبية. ما بتأخذ العصبية إلا ينزل شيء أمر من السماء حتى أعمل بمقتضاه. راح وهو ماشيين وقال له في بيت يهودي عنده منهم يهودي اسمه سويلم. سويلم اليهودي بيته عامله تآمر. عم بقولوا لك لا تطلعوا مع الرسول هلا. لك وين محمد هذا مخمل بده يروح قتل طائفة بده قتل ملك الأصفر بده قتل ملك الروم. هذا مخمل الحكاية قضية. هو أبو مين رئيس المنافق عبد الله بن أبي سلول. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه في ذلك. بعت الرسول صلى الله عليه وسلم أبو قتادة قال له خذ كم واحد وروح حرقهم هن والبيت. لأنه إذا ما عمل هيك صلى الله عليه وسلم مختل ما حدا بطلع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إجوا عليه حرق البيت لأساساته. واحد منهم بده من غلاط روحه شرف حاله بالحريق وانكسر. المقصد ما عاد واحد يقدر يسوي. هي غزوة تبوك. لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وصار فيها المعجزات هذه رجع إجاء الخبر من سيدنا جبريل إنه أحرق وأخرب مسجد ضرار. هن بيعتقدوا يا المنافقين والكفار انه رسول الله بده يخبروا عن كل قضية. هي المصيبة العظمى. اجا بعت لمن سيدنا وحشي قاتل سيدنا الحمزة ولكن اسلم وحسن اسلامه. بعته جماعة خربوا المسجد من الاساسات حتى الحجار خربوها عليهم. هناك انكسرت شوكتهم. المنافقين ذات هذه اخر غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. وهذه اللي وقع فيها ما وقع فيها هذا وفيها المجزات. مرة من المرات عطشوا كتير بقى ايام حر شديد. يجي يقول لبعض لك وين طالعين وين الحر بقتلكم. الله نزل الآية القرآن قل نار جهنم اشد حرا. وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لما عطشوا الصحابة كتير بيجوا الصحابة يقول يا رسول الله تأذلنا نذبح الابل تاني يشربوا الكرشيه الموجود في كرشيه يعني بلوا تمه بالماء. قال لا بأس. سيدنا عمر رضي الله عنك يا سيدنا صار يبكي مثل الصغار يبكي ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله وين نذبح ابننا؟ مين بشيلنا؟ مين بحملنا؟ مين بياخذنا؟ بنفنى على بكرة ابينا؟ انت الله عودك اذا دعيته يعطيك ادعي. قال له ادعي. شو هالبرادة القلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ادعي. قال له ادعي. اخذ رفع ايديه رسول ما رجع ايديه الا نزل المطر على قد الجيش بالسنطيل ما في شيء برا. بيقول منافق لمنافق قال له لك ايه بقى عندك شيء يخرب بيتك اكثر من هيك؟ كان الشمس صالحة وشوف الحر اجت لنا كذا. قال له سحابة مارة يخرب بيته. سحابة ما بده من ما في عنده الاستعداد. كان يشهد صلى الله عليه وسلم غير شهود. بقى يا بناتي هذه بترجع للنفس المزكية وغير المزكية. النفس المزكية مثل سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان نفسه مزكية من قبل الاسلام. عم بعتني بنفسه جدا جدا وعنده خبر انه محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه الامه لانه كان يخبروهم العرافه وما شاكه واليهود وهكذا.
بيجزي كرصاصا بمجرد ما قال انا رسول، قال له رسول سيدنا ابو بكر قلت، قال له اشهد انك رسول الله، اول من اسلم من الرجال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. فبناتي نحن الان بدنا نهذب، والله ما فايده. بتنبسطوا، درس كويس، كلام كويس، بعد بتروحوا على المجرمين والمجرمات، بتجالسوهم ما نكون نظيفين، بدخل عليكم بعد الشيء اللي كنتوا تشوفوه كويس بصير عندكم وهم. فاد واشي صدور قوم المؤمنين واذا بغض قلوبهم ليوا الناس قد جاءتكم عندكم من رئيس الخشية تزل الصدور وهم المؤمنين يهزم الدنيا شراب في شفاء للناس. وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو طعمي ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. من رفعت يقولك لا مش أنت تنزل، لا تخافي، هذا كلام الله بطل فوق وتحت. أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفي كنا، أسأل الله العظيم ربنا أن يشفي كنا، أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفي كنا. اشفي أنت الشافي، لا شافي سواك، شفى لا يغادر سقمني. الله يا الله يا الله، اللهم بحق سيدنا محمد. فاتحة عليك العافية. أسكر يمكن أن أطلق خيطه على روح مواتي. يلا يا عطيكي هذا درس النساء مسجل بتاريخ 5 نيسان عام 1967 والموافق 25 ذي الحجة عام 1386. درس النساء يوم 4. هادوا فينا لنهدينهم سبولنا، بس اكتر من هيك ما في. المجاهدة بتوصل للطريق المستقيم، بعدها بتجعل الحظة الهية. فهناك في شيء اعلى وهو الصحبة، صحبة اهل الله. والصحبة مقولة بالتشكيك، كل واحد على حسب ما بيشوف من صاحبه. مثلا سيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عثمان وباقي، كلهم يعترفون أن سيدنا الصديق سابقهم على الإطلاق. حتى سيدنا علي اللي هو باب العلم، خصوصا يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، قال يا أبا بكر كلنا صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سبقتنا. قال يا علي صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الصحبة حقها. تبين في شخصية قوية. والإنسان لما بنظر بيشوف مقدار شخصيته، كل ما كان شخصيته أقوى بدك الأمر على ما هو عليه، لأنه الحق هناك يقول بده يسألنا، بده يسأل الكبير والصغير. فأنا نسألناه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. في ناس محيطين، في ناس ما المحيطين. المحيط بدرك أكثر، بفهم أكثر، بفهم الأمر الإلهي. والحق سبحانه وتعالى
ما يوم من أيام أمر بشيء يضر الإنسان أبدا 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 ولا نهى عن شيء ينفعه أبدا أبدا أبدا. فكتير ناس بتسمع لكم في العلم ما فهموا معنى العلم إنه قضاء وقدر. نعم قضاء وفي قدر لا شك ولا ريب، ولكن الحق لما بقضي حكيم اسمه، لما بقدر حكيم اسمه. كتير ناس بياخذوا الكلمة من لسان وبقول لك ايه مقضي، المكتوب عجبينه، المكتوب عجبينه. الله بتكذب، القرآن ما هيك والله ما هيك، الله ما بتحكيتك. الله سبحانه وتعالى اولا نزيه، لازم كل ورا صلامنا نقول سبحان الله، اي الله منزه، مو نحن بدنا ننزهه، هو منزه، بل منزه عن كل النزاهه، عن كل النقائص. فالحق جل جلاله ما جرت عادته يقدر او يقضي شيء غير حسن، لا، وداك شيء مربوط في الاراده، منه ماله. نحن بنعرف المربوط في الامر، الحق امرنا ونهانا، اكثر من هيك ما بنعرف غيره، لا حد يبحث. نعم الحق قضى وقدر وعالم بالقبل وبالبعد وفوق وتحت يمين وشمال، بل كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سهر بالنار، الله يعلم كل شيء. ولكن نحن ما وظيفتنا ننظر في علم الله ولا في إرادة الله ننظر، ولا بقدرة الله ننظر قوي، لكن بس ننظر حكيم يضع الأشياء في محلها. هذا كثير ناس راحوا إنه طالما الله قضى تكذب، طالما قضى دي طيب، إذا قضى لبنتك بالشيء اللي عم تقول عنه بترضى؟ ما بقول، بقول ما برضى. على أخته على مرته ما برضى. إذن ما وهيك الله بناتي، الله لا تفهموا من هالناحية من هالباب، لا، الله بده قلب طاهر، نفس مزكية، حتى يدرك الله بالعلم اللي الله أعطانا إياه به ندرك ذلك. وجدنا الحق أرأف وأرحم من الوالدة بولدها. قد الوالدة إيه منقول هالوالدة منين الرحمة إجتها؟ من عند الله. وهذه شيء قليل قليل، أقل من قليل شيء كثير، بل شيء أكثر. وهكذا الإنسان هو بنفسه ما بعمل ولا بقضي عبنته ولا بيقدر عبنته ولا بيقدر ابنه، بل لا، دائما عم بينادي يا ابني يا بنتي لا تروحي، لا تمشي، لا تمشي مع رجال، لا تروحي تقعدي على التلفزيون، لا تروحي على السينما، لا تروحي على السقاطة، لا تروحي على السفارة. دائما في بعض واحد قال شيخ قال عنده تلفزيون، قال له من يقول تلفزيون حرام؟ طيب هذا ايش له جواب؟ هذا جواب تروح يضرب على تمه، بس ما له جواب لانه ما فهمه. بالاتفاق ما حدا قال في التلفزيون في اشكال، كلهم قالوا حرام على الاطلاق. إيه هذا؟ ما في دم، ما في عقل، ما في فهم، ما في ذوق، ما في نور، بل ما جالس أهل النور. لو جالس أهل النور بسمع أشياء ما سمعها. هذا عبارة طلب العلم لأجل معاش لا عيشه الله سيدي. وهكذا بده يطبق الإسلام اللي على فكرة وعلى جماعة القاعدين معه. لك يا أخي الإسلام قانون إلهي، ما قانون عبدي، قانون إلهي فيه كل خير وكل شر، أمرنا بالخير ونهانا عن الشر. ما بشكو خير بس، فيه خلق الخير وخلق الشر، أمرنا بالخير ونهانا عن الشر. هذا القضاء والقدر. ونحن مالنا ومال إيه سيدي نبحث في العلم وفي المشيئة وفي الإرادة؟ هي غيب علينا يا بناتي، ما بيصير. نحن ننظر الله إيش أمرنا، مين بقدر بتحدى أفراد الوجود إن الله أمرنا بشيء يضرنا؟ أبدا. مجنون، أنا بعمل المجنون. أما العاقل الأم، إذا كان عاقل الأب، إذا كان عاقل ما بأمر ابنه بده بشيء يضره، ما هو معقول أبدا 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 البتة. فنحن نأخذ ديننا عن الإسلام مو عن المسلم، لا، إلا كان المسلم متيقظ زكي النفس طاهر القلب مطيع تابع للرسول صلى الله عليه وسلم على راس وسمعيننا. هذا ما بيجي في بيت أبوه ولا ذرة أبدا، كله قال الله وقال رسول الله، وهكذا غير هيك ما في في الوجود. ما في كثير ناس روحوا بسمعوا قال فلان أستاذ، قال فلان أستاذ، أستاذك أنت ما هو أستاذنا، هذا أستاذك. لما بيجي عندنا مو أستاذ، ولا بس أكون تلميذ، ولا بس أكون أجير، ولا بس أكون خادم، ولا بس أن يكون بواب، ولا بس أن يكون بالطريقة البتة.
ليش؟ بيعرف لما النور بضرب. كان واحد من اخواننا يقول انه ليش هيك ان سيدنا بكر اعطيتوه المرتبة العليا، انا لو كنت في زمان صلى الله عليه وسلم لسبقت بكر. لما صاحبنا مدة قلنا لشان، قال انا قداب. ليش يصير على بناتي؟ لأنه كان يقضى مع جماعته اقوى منهم. لما اجى النور ضرب عليه حقيقة وجد حاله لاش. لا حتى سأقول انا قداب، وهذا الحق. نحن ناتي عندنا غير القانون الالهي، مسلم ما مسلم. اذا كان المسلم قد برضك قد برضك، نحن بنعرف المسلم قبل كل شيء بيجي بزكي نفسه، كما قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. افهموا قد أفلح من زكاها، هيك الله عم بحكم حكم إلهي. وقد خاب من دساها، والتدسيس ما بنعد. اللي نفسه زكت جدا جدا قليل، أقل من قليل. واللي نفسه مدسدسه شي معبي الغيب والسماوات الأخير، وخصوصا المدعي منهم. لكن يا أخي إذا ردنا ننصح نصيحة لك يا أستاذ، الله يرضى عليك، الله هيك عم بقول لمثل قال ذلك. قال سيدنا أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه، أبو يزيد بناتي كان من الأكابر، كان من اللي أفلح زكت نفسه. يوم الأيام عنده مريد صاحبه 30 سنة، قال لك يا أبو يزيد صلي مصاحبك 30 سنة، إيه ما بتعمل عمل اللي بعمله؟ إيه ما بتعتقد قادر اللي بعتقده؟ مالي أراك تتكلم بكلام ما بتكلمه أنا بل ما بفهمه؟ قال له لقوفك مع نفسك. قال له هي إلى دواء؟ قال له إلى. قال له ما هو الدواء؟ أنت يا نايمة. قال له ما هو الدواء؟ قال له إذا قلت لك روح لحيتك. قال له سبحان الله، اللي مثلي قال ذلك هو عند لحيته عند السماوات الأرضين. يا بناتي نحن مو كل لحية عندنا محترمة، اللحية عندنا كل شعرها مو الأدب، كل شعرها لها آداب. كل شعرها من اللحية لها آداب، كل خيط من العمة له آداب، كل أدب أعلى من الأدب الأول. بل ينسى نفسه بالنسبة للغير، لا ما نسى نفسه، نفسه طهرت تذكرت صارت تنسب الأشياء كلها إلى الله. إيه هذا اللي عم بيجي أرالي كم ورقة في العلم على زعمه بيأكل حرام بيأخذ معاش حرام ايه وبيغتاب وبنم، وهذا بناخذ عنه. اياكم بناتي اياكم تاخذوا عن هؤلاء السفلة كذبة. لا ناخذ نحن عن القانون الالهي. له رجال حاملينه، اكبر رجل في الوجود وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي نزله، هو اللي حطه، هو اللي امرنا. والله سألنا قل ان للوجود كل ان كنتم تحبون الله صحيح كذابين فاتبعوني يحببكم الله. دول اجوا لعند الرسول صلى الله عليه وسلم نصارى بالكبار، قالوا ايه بس انت بتحب الله؟ كلياتنا بنحب الله. الله نزل عليه قال له قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هربوا الهزموا ما تم ولا واحد. وهلا لما بنأمر الواحد بالحقيقه بهرب، ما بثبت الا الصادق المراد الحضره الالهيه. منين عرفنا نحن مراد؟ هذا أمر باطل، عرفناه من أعماله، من أحواله، من أدابه، من وجهته. إذا قلعناه من الباب يجي من الشباك، إذا قلعناه من الشباك بقى تحت البرطوش، تحت الطاقة. هذا الذي يستفيد، غيره كذاب أشر. هذا دين الإسلام يا بناتي، ما بدك إنسان يتحمله، بده شخصية بارزة. مو بده يصير مثل الكلب، بده يصير أزل. ألا نفس الصلاة تعطينا الذل والانكسار إلى الله. عبدي يقول عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال لو عدت فلان المريض لوجدتني عنده. ليش؟ لأن المريض منكسر، هذا المريض الصحيح منكسر زليل، ما بدي شيء لنفسه، بس يا رب ادعو لي. وهكذا فنحن لازم نكون زليلين منكسرين إلى الله، لكن مو مزليلين هيك يعني شغل ضعف، لا، مع القوة الإلهية اللي أعطانا إياها. لما يكون امامنا الكافر او الفاجئ او الفاسق الله يعرف عدد الدراهم. ولما بيكون ايه صوم صلاه قضايا الهيه رسول صلى الله عليه وسلم اولياء بنكون ازل مز ازلاء.
ليش مزلع بابهم؟ حتى ناخذ ما عندهم، بيعطونا ما بقلعونا. اذا بقلعونا كثير الشريعه بتفعل هذا. امي شو مين برا محمد منيك قطعت ال... اذا كان سوان قليهم برا. الحق سبحانه وتعالى بين لنا كثيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق. الرسول حاشاه، كان صلى الله عليه وسلم يقول أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم حق المعرفة، لكن الصحابي رضي الله عنهم كثير كان جيد جدا. شو معنى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تكسر رباعيته وشد وجهه الشريف وجده وجبنه وإجريه وطحطه وإلى آخره، حتى يعرفن الله هذا عبدي ما هو إله معي، محمد رسولي، أنا اصطفيته من خلقي لأنه أكمل وأجمل وأعلى مرتبة في الوجود هو محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك حمل الإسلام برمته. كان إذا سئل أقول لا أعلم، إن علمني ربي علمت وإلا لا أعلم. تارة يقول سلوني ما شئتم، ما دمت في موقف هذا، موقف العبدية مو من عنده. نحن رأينا غزوة أحد اللي هي هذه الصعبة أصعب الغزوات، رأيت أنا فيها التوحيد الحقيقي. غزوة أحد تبين الفعال المطلق هو الله، ما هو الفعال المطلق العبد، الفعال المطلق هو الله. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه هو مصدر الحضرة الإلهية، وما عنده مخالفة، ما عنده مخالفة أبدا البتة. إيش الله بأمره بأتمر، إيش بنهاية بدي. نحن لازم أن نكون مثل كلب الصياد. كلب الصياد الكلب نجاسته غليظة معروفة، ما هذا إذا تعلم علموه وأرسلوا الصائد وارتسل وزجر وانزجر مرة مرتين مية ميتين، بعدها بتأكل صيدته. ليش؟ اللي من أرسله سمى بالرحمن، أصبح الصائد هو اللي اصطاد مو الكلب. الكلب وسيلة آلي، آلي أكثر من هيك ما في. أما الكلب إذا إجا وصل للصيدة وزجر وما انزجر وأكل منها، هذا لا تأكل صيدته، نجسة. وهكذا فنحن من نكون مع الشريعة هكذا مثل كلب الصائد. أمرنا نأتمر، نهينا من تيه وباس، ما في من عندنا شيء البتة البتة البتة، كله من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد الحق. لما مدح محمد صلى الله عليه وسلم ما مدحه بالنبوة ولا بالرسالة، مدحه بالعبدية. قال سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بنبيه ولا برسوله، لأنه أعلى المراتب في الوجود تحقق العبد بعبديته. ما بعود بقدر بدعي بناتي أنا وعملت وسويت وسكت، لا لا لا، ما بقدر يدعي أبدا البتة. كله يقول عنه ذلك فضل الله. هالعمل اللي عم بعمله اسمه ذلك فضل الله، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وما توفيقي إلا بالله. هالآلة اللي الله أعطانا إياها الحق سبحانه وتعالى وأمرنا كيف نستعملها، وجد واحد في بني إسرائيل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه. هذا الرجل عاش 600 عام وما وجه راسه ولا وجه درسه ولا ايده ولا اجره، ثم حطه في جزيرة. هالجزيرة البحر طبعا تعرفوا ماء مالح، نبع له ماء حلو، ثم انبت له شجرة رمان. شجرة رمان من سنة للسنة تعطي مرة موسمها، هذه صار كل يوم ينبت له رماني. بقي 600 عام الرسول صلى الله عليه وسلم عم بخبرنا عنه الحديث. صلى الله عليه وسلم بعد يوم القيامة الحق الرسول بخبرنا بقول له الله خذوا عبدي إلى الجنة بفضلي ورحمتي. قال لا يا ربي، بعملي. قال ردوه إلي. اجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، عند الله، قال له تعال هون. العادة ما بيجي الإنسان 600 عام، أعطيتك 600 عام. ثم أنت في الجزيرة جوا البحر، ماء مالح، أنا أنبعت لك ماء حلو من عندك أنت بقى؟ قال لا أنت. طيب الشجرة الرمانة بتسمر بالسنة مرة، كل يوم تسمر؟ قال نعم. قال له أنت عم تقول لك أنت.
قال له البصر من أعطاك أنت؟ السماع، اليد، كله أنت 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 يا ربي. قال له خذوه للنار. أخذوه أم لا يدخلوني؟ قال يا رب دخلني الجنة برحمتك بفضلك. قال ردوه أدخلوه الجنة نعم العبد كان. فبناتي ديروا بالكم يوم الأيام تسبوا شي لنفسكم، نعرف حالنا امبارح ايش كنا، امبارح كلياتنا كلياتنا انا وانتو نعرف حالنا كلياتنا امبارح ايش وين كنا وين صرنا. فاذا هذا انت قبل ما تجي لهون ايش كنتي؟ ما بتفهمي طه من طاكي؟ لا طه ولا انطاكي. الان صرتي تفهمي وتحكي. يقول لك إيه ليش عم تنسبي اليك؟ إيه كان عندك؟ لا، لكن ليش ما بتقولي هذا فضل الله؟ الحق يقول عن الرسول وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلينا من باب الأولى مئة ألف أولى بأولى، إنه فضل الله نسبه. والإنسان لما بده يعمل عمل أي عمل بتوفق قول هذا من فضل الله، هذا من فضل ربي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. معناها عمال يشكر الله على النعمة الذي أنعم الله بها عليه. معناها لما شكر بده يزيده. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وإيش معنى الشكر بناتي؟ يعني النعمة تسبوها إلى المنعم مو تسبوها لكم. النعمة تسبوها إلى المنعم لا تسبوها لكم. معنى أنتم أهل للأسرار. إذا الحق أعطاكم سر ممكن. حكينا لكم مرة كان شيخ جاء سلم عند علي في البنان اسمه الشيخ زلفيقار. قال يا ولدي بدي احكي لك حكاية. قلت له تفضل مولاي. انا ما كان سامعي وجهي شعر ابيض. قال انا كنت ماشي في الطريق ولا نباتي بتناديني يا ذا الفقار بلسان فصيح. قال له نعم. قالت له اقطفني، انا فيني سر للمر للداء الفلاني، بمجرد ما بتعطي لأصحابين هالداء بيطيبوا. قال يا ولدي أطفتها وهالداء سمالي الداء، وهالداء بمجرد ما أعطيهن هالنبات يطيب رأسا. قال يا ولدي حكيت. قال لي أنا حكيت ما بقيت أشوف النبات. ويبكي بناتي يبكي مثل المرأة، لأن المرأة شعورية في أوام. قال لي يا ولدي اطنعم. قال لي ابني الآن مرضى في هذاك المرض. شوف الله سبحانه تيفهم هذا الشيء ما هو إلك ما هو عايز. إذا الله أعطانا شيء ما هو إنا إله، والله بيسحبه مننا بناتي. لا لا حاش الله يسحب، نحن بنشرف وجه الله وبنعرض عنه جل جلاله، لأنه الله وصفه يقول كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. سيدنا عمر كان حامل سيفه وجاي يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مشرك مشرك ويعبد الصنم ويجعل صنمه من عجوة، وإذا جاء يكون صنمه إيه سيدي. وقعد بنته وهي حية حامل سيفه وجاي لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبأ. إجا لمن إجا وهو جاي على الطريق شاف واحد مسلم، واحد مسلم من الضعاف. قالوا لك أنت أسلمت صبأت يعني؟ وضربه سيدنا عمر. قال له ليش عم تضربني؟ إلي ضرب أختك، أختك صبأت قبلي. لا دفع يعني ضعيف ما خرج. قاتل سيدنا عمر ما عنده قوة يعني إيمان وسعود زي يكون إيمان قوي، منه عنده سيدنا عمر غيره. قال له أختك فاطمة صبأت؟ أختي؟ قال له نعم أختك. هذا كان رائع عداء الأرقم عند رسول الله رجع لعند أخته. طرق الباب وقال له سمعوا صوته، كانت أخته زوجة وواحد آخر عم بقروا شيء من أول سورة طه. هذا سمع كلام، هي تأخرت قاموا تخبوا زوج أخته والآخر سيدي من اللي أنت والورقة